مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، يوم جديد وحلقة جديدة من إن بوكس على قناة صدى البلد. النهاردة إن شاء الله كالعادة يكون معنا فقرات حلوة جدا، بس في البداية أسلم على نوران. يا نوران، عاملة إيه الأخبار؟ الحمد لله، أنت أخبارك إيه؟ حلو جدا الحمد لله. فعلا النهارده معانا فقرات مختلفه ومتنوعه، هنبدا معاكم كده من الاخر للاول. هيبقى معانا طبعا ان بوكس برجك ايه مع خبيره علم الفلك والابراج سابي، وهنتكلم بقى بمناسبه عيد الحب ان هو الاسبوع الجاي، هنتكلم عن الابراج، ايه اكتر الابراج عاطفيه وازاي بتحب وازاي بتعبر عن حبها. حلو. كمان هيبقى معانا طبعا فقره طبيه عيش صح. حلو قوي. النهارده كمان في اول ساعه من ان بوكس في اخر فقره معانا هيكون معانا فنان شاب، هو موهبه كده من عيله فنيه، هيكون معانا عمر رياض، هو ابن الفنان محمد رياض والفنانه رانيا محمود ياسين، وطبعا حفيد الفنان الراحل محمود ياسين وشهيره. النهارده ان شاء الله يكون ضيفنا هنا ومنورنا، وهنعرف منه بقى تفاصيل كتير عن بدايه مشواره الفني. خليكم معانا. حلو جدا. اما دلوقتي بقى هنتكلم معاكم برضو عن، يمكن هتبقى فقره فنيه لان احنا هنتكلم عن حاجه حلوه جدا وفكره مختلفه جدا عملوها عازفتين مصريتين على اله الهارب واله الكلارينات، وهم عملوا يمكن عزف عن بعد، وده تحدي لظروف كورونا والتباعد الاجتماعي، ويمكن عشان الناس اتأثرت جدا بفيروس كورونا، الناس في اللي عندهم مواهب بيحاولوا ان هم يهونوا على الشعوب وعلى الناس الظروف اللي احنا عايشينها وفتره الحجر الصحي، وكمان فتره اللوك داون او الحظر اللي كان عايش او كنا عايشين فيه الفتره اللي فاتت او يمكن سنه 2020. عمليه العزف عن بعد يعني حصلت من خلال مقطوعه موسيقيه واحده، وكانت مباراة كده للعزف ما بين أميرة حامد عازفة الهارب واللي بتعزف في القاهرة، وطبعا ريهام حجاج واللي بتعزف كلارينات في ألمانيا، وده كان أونلاين. بالظبط كده. يمكن كمان أميرة اللي هي العازفة في أوركسترا القاهرة كانت بتعزف في البلكونة في شهر مارس طبعا السنة اللي فاتت وقت الحظر ووقت كورونا، كانت بتقوم بالعزف من خلال البلكونة عشان تقدر ان هي تبسط الناس وتبسط جيرانها، ويمكن ده شفناه أكتر من شكل السنة اللي فاتت، كان كل حد جداً عنده موهبة بالظبط كده بيحاول ان هو يشارك الناس بيه، ومنهم ان هو بيمارس هوايته وفي نفس الوقت بيحاول كمان ان هو يسلي الناس بالظبط كده. ريهام برضو هي خريجة الكونسيرفاتوار هنا في مصر، وكمان نقلت حياتها وشغلها بعد كده لألمانيا، وكانت برضو بتعزف لجيرانها اللي قرروا ان هم يتحدوا الظروف ويعزفوا سوا كده المقطوعة اللي احنا هنسمعها. تعالي بقى نشوف الفيديو كده للعزف عن بعد ما بين أميرة وريهام، ونرجع نكمل كلام. شفناه ده مبهج جدا، وتحسوا فعلا ان هم يعني العزف مش عن بعد خالص، بالعكس حاسه انه كان الاثنين قاعدين في نفس المكان سامعين بعض كويس، عاملين حاله كده ما بينهم،
وفعلا طلع بشكل حلو جدا. ويمكن هم كمان سموا اللي عملوه ده كاريزما. احنا بقى عشان نعرف تفاصيل اكتر معانا دلوقتي على التليفون ريهام من المانيا. يا ريهام اهلا وسهلا، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. كله حل؟ تمام زي الفل الحمد لله. يعني اتبسطنا جدا بعصفوكوا حتى في الفيديو الصغير اللي معانا ده، بس عاملين دواتو كده مع بعض حلو جدا. في البداية كده حابة أسألك، كانت فكرة مين وعملتوها ازاي؟ بصي، هي فكرتي انا، لان انا طبعا بعيدة عن اصدقائي وعشرة عمري بقالي سنين، وجاء اللوك داون كمان بعد ما خططت ان انا انزل مصر واعمل حفلات معاهم، وقررنا جات اللوك داون منعتنا. فجات لي بقى الاحساس ان انا عايزه اعزف معاهم. اعمل ايه؟ بقيت بعزف مع نفسي زي المجانين كده، واعمل والبس باروكه ومش عارفه ايه واغير من نفسي. بعد كده لقيت اميره برضو بتعمل كده، فطلبت من اميره ان احنا نعزف مع بعض. وابتدينا، لان اميره خريجين الكونسرفتوار مع بعض، ماجستير دكتوراه، 10 سنين في الاوركسترا السيمفوني، عارفه يعني صحاب يعني من زمان جدا، يعني سنين طويله يعني. والحمد لله عملنا حاجه لطيفه جدا وجابت افكت حلو جدا مع الناس. ريهام، لما شفنا الفيديو لقينا انه في تنسيق هايل جدا في الموسيقى ما بينك وما بين اميره، يعني ما حسيناش ان في ديلي او في لخبطه شويه زي ما ممكن يحصل بسبب الانترنت او بسبب البعد المسافات ما بينكم، وبالذات لما يكون في الات موسيقيه بتبقى محتاجه ان انت تبقي جنب الشخص اللي بيعزف معاكي عشان يبقى في تنسيق اكتر. ازاي قدرتوا تنسقوا الشكل ده وان المزيكا تطلع مظبوطه جدا كده؟ بصي، هو الواحد انا استخدمت مثلا عشان خاطر اخد الاحساس ده، اخدت الايباد بتاع بنتي، اميره بتبعتهولي الفيديو بتاعها بالايميل، بقى حطاه قدامي كاني شايفاها، والهيدفون في وداني، وبقينا بعزف. عشان كده حتى ممكن تلاحظي في الفيديو احيانا بحس ان انا بكلمها، يعني باخد من عينيها انها قدامي بالظبط. وبعدين بنركب بقى بالاب اللي موجوده في التليفون، يعني باخد اقعد اظبط بقى واعمل سينك بيني وبينها عشان نحس ان احنا في اوضه واحده. وحتى احيانا بنبقى متفقين هنلبس ايه، هنعمل ايه، يعني حاجه بنعملها باستمتاع وبحب يعني. حلو قوي. بس انتوا ما طلعتوش لايف صح؟ يعني كل ده كنتوا بتسجلوه علشان يطلع مظبوط. لايف بقى لما انزل مصر ان شاء الله. ان شاء الله تطلع للهوا ان شاء الله قريب. طب قولي لي، انت برضو بتغني؟ كنت عملتي بقى ده ازاي برضو؟ لانه بحس ان هو صعب في الغنى بالذات، لانه بيكون متطلب احساس اكبر شويه، فلازم ابقى حاسه بالمزيكا حواليا. بصي، انا سجلت ده طبعا كذا مره، وخصوصا الاحساس كمان خدته بيني وبينك، يعني من حب لمصر والحنين بقى، هي جت في وقت حرج جدا. فاخترت عمنا احمد فؤاد نجم والشيخ امام، برضو بينهم صداقه وعشره عمر، فالكلام بصراحه يحرك اي حد، يعني يحرك اللي ما يتحركش. فطبعا قلته كذا مره لحد ما خدت المود وبعته لاميره، فاميره برضو راحت مسجله عليه وراحت بعتهولي، وبقيت سجلت بقى التسجيل النهائي. وطبعا اتفقنا هي تلبس الجلابيه وانا البس الشال عشان الموضوع طالع كويس. برافو عليكي والله ان انتم مركزين في التفاصيل دي بالظبط. ريهام، بقول لك برافو عليكم ان انتم مركزين في التفاصيل دي، برضو بتدي روح زياده للفيديوز. ايوه ده طبعا، ما هو ده الافكت ودي الكاريزما بتاعتي انا واميره، عشان كده انا اخترت اسم كاريزما ده ليا وليها. فعلا. طيب ريهام، عايز اعرف منك ردود فعل الناس على السوشيال ميديا لما شافوا الفيديو وشافوا العزف عن بعد. الحمد لله خد يعني فيو حلو جدا من الناس، والناس انبسطت جدا، وفي ناس حتى ما عرفهاش بقوا بيبعتوا لي انبوكس يقولوا لي دي حاجه مبهجه وانتوا ساعدتونا ونفسنا نشوفكم بقى لايف ومش عارفه ايه. فالموضوع طلع لطيف جدا، واثرت فيهم كمان اكتر لما غنيت وهي عزفت بالهارب وحكايه الالقاء، وبقى كتير يقولوا لي لا انت بتعملي القاء كويس، انت لازم تقدمي حاجات كتير مع الهارب. يعني حقيقة. الحمد لله في مشاريع كتيره جايه ان شاء الله، ومشتغلين عليها انا واميره باذن الله يعني. ان شاء الله. طب هل ناويين تكملوا بنفس الستايل ده او بنفس الشكل ده اللي هو العزف عن بعد، ولا بتفكروا مثلا ان انتوا يعني لما تيجي مصر ان شاء الله لو ناويه تستقري هنا انه يبقى في فرقه ما بينك وما بينها؟ بصي، هو استقرار ده هبقى بضحك على اي حد، يعني هضحك على امي وهي سامعاني دلوقتي. انا مستقر. بس هي
هي النقطة. لا احنا هنفضل مكملين كده ان شاء الله لحد ما انزل مصر في اجازة او حاجة، ونكون متفقين على حفلة ونعمل باذن الله حفلة مع بعض لايف وبعدين نشتغل. هي الحلو ان احنا تبقى الناس حتى ممكن باذن الله في المستقبل يبقى عارفين كويس احنا هنقدم ايه، بييجوا يشوفوها لايف بعد بعد بقى ايه اللي هيحصل، الحاجات الصغيره بالظبط السنكات او الحاجات الاختلافات اللي كناش عارفين نظبطها هتتظبط اكتر وبشكل اوضح يعني باذن الله يعني. ان شاء الله. ريهام احنا عرفنا برضو ان انت وقت اللوك داون كنت بتعزفي لجيرانك في المدينه اللي انت عايشه فيها في المانيا، عايزه اعرف منك الظروف دلوقتي في المانيا عامله ازاي، وهل برضو لسه فكره الحظر موجوده بشكل كبير زي الاول، وازاي بتمارسي برضو عزفك على الكلارينات؟ للاسف احنا عندنا لوك داون زي ما الكتاب بيقول بجد محبوسين حتى ربنا يعلم بينا يعني. والنهارده ان شاء الله حبيبه الكل انجيلا ميركل هتطلع وتقول لنا الحفله هتدوم لحد امتى. اوكي. فاحنا لا لسه للاسف محبوسين، وحكايه ان انا عزفت خرجت البلكونه وعزفت للناس وشيرنا برضو حاجات كتير مع الجروب اصحاب الالمان هنا، وعمل برضو حاجات كويسه، بس الناس خلاص يعني احنا كميوزيشن تعبنا لان احنا عايزين نقابل ناس نعزف لناس، بقى الموضوع صعب وحتى الزيارات حتى بقت ممنوعه، يعني هو شخص واحد يجي يزور لو حد معاه صديقه يعني زوج وزوجته واطفال، لا مسموح مثلا الزوج بس هو اللي يجي، مراته والولاد يقعدوا في البيت، فاهمه؟ فحتى العلاقات الانسانيه بقت حتى حاولوا يعملوا عليها كنترول بشكل صعب يعني. طيب في برضه يا رب ان شاء الله يعني يا رب تخلص، بس نخلص من الازمه دي على خير يا رب كده في كل الدول وما يبقاش في اي حظر تاني ولا اي مشاكل تقابلنا مره تانيه. طيب عايز اعرف منك برضه في مشاكل بتواجهكم يعني زي فكره الانترنت مثلا، او فكره ان انتم حابين تطوروا الفكره بس مش قادرين في المرحله دي، يعني احكي لي كده ايه المشاكل اللي مواجهاكم؟ بيني وبين اميره حضرتك هي موضوع ان احنا نلاقي بس حتى الحاجات اللي احنا بنختارها ان احنا بتاخد مننا وقت ان احنا نظبطها، واميره بتحاول تعمل الهارموني بتاعها تظبطه بيني وبينها، لان في حاجات بتبقى مش مكتوبه مثلا للكلارينات والهارب، لان احنا بنختار حاجات برضو انت يعني الناس تنبسط لما تسمعها، صح. ما تبقاش صعبه على الودان، تبقى خفيفه، صح. فبنختار حاجات اللي هي داخله على عربي شويه، يعني في عمل جديد اللي احنا مشغلين فيه ان شاء الله اسمه ميسرو، ده عمل لاتيني مثلا يوناني يوناني، وفي داخل فيه بيركاشن وايقاع يعني، فاحنا بنحاول دايما بالتدريج نطور من نفسنا. ربنا معاكم يا ريهام، ويعني نورتينا جدا، بتعملوا حاجات حلوه جدا فعلا، كملوا يعني ان شاء الله. ميرسي جدا ان احنا لفتنا انتباهكم، شكرا جدا. وعايزه بس قبل ما اشكر برضو الصحفيه مروه مصطفى، هي برضو كلمت عننا في جريده الوطن، وسبب ان برضو خلت ناس كتير يعرفونا وحضراتكم تكلمونا، فبجد متشكره جدا يعني، بتحسسونا ان احنا ماشيين كويس. اكيد اكيد. ميرسي يا ريهام وبالتوفيق دايما. احنا لسه مكملين كلامنا عن العزف عن بعد، بس بعد الفاصل هنستقبل اميره بقى من القاهره، خليكم معانا. ورجعنا لكم من جديد ولسه مكملين معاكم باقي فقرات إن بوكس، ولسه بنتكلم عن العزف عن بعد. يمكن قبل الفاصل اتكلمنا مع ريهام من ألمانيا، وهي اللي بتعزف مع أميرة من القاهرة، وكانوا بيعملوا مجموعة فيديوز كده وقت الكورونا والحظر، فكانوا بيعزفوا كل واحدة من المكان اللي هي قاعدة فيه، وشوفنا طبعا الفيديو قد إيه إن هو كان حلو جدا، وباين إن هو فيه يعني إيقاع كده سهل وسلس ما بينهم. احنا معانا دلوقتي تليفون من اميره. الو الو يا اميره، ازيك؟ ازيكم؟ عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ تمام الحمد لله، بخير الحمد لله. اميره، يمكن احنا كنا من شويه بنتكلم مع ريهام وحكت لنا شويه على بدايه الفكره، وان انتوا تعرفوا بعض من زمان. حابه اسالك بقى، احنا نقدر نقول انه الشكل ده كان موجود من قبل كده، ولا ده اول حاجه نشوفها بالعزف ده، يعني اول عزف نشوفه بالشكل ده؟ بصي، هو طبعا الشكل ده ما كانش متاح خالص قبل كده. أوكي. هي الظروف اللي اضطرتنا عليه صراحه. احنا كلنا لما حصل لوك داون شهر 3 اللي فات ده، كلنا كان عندنا حفلاتنا وشغلنا وكله طبعا
وقف وقعدنا فترة طويلة طبعا لا بنخرج ولا بنشوف أي أصدقاء ولا أقارب ولا أي حتى بنخرج خالص. فبدأنا نشتغل يعني أنا مثلا بدأت أشتغل حاجاتي الخاصة أنا بيا. طب ما أنا زهقت بدأت أعمل حاجات مختلفة. فما بدأنا شوية نستخدم إن كل واحد يعزف يطور نفسه وبيعزف وخلاص. لما لقينا الأب دي طلعت الأبس جديدة بقى على الموبايل بقى إن هي إن ممكن اتنين يسجلوا مع بعض ويا إما مثلا يعني يطلعوا في نفس الوقت يسجلوا ويركبوا الصورتين مع بعض أو الصوت مع بعض. فلقيناها فكرة ظريفة عملتها مثلا أنا وبعض أصدقائي هنا. طبعا هيك الفرصة لرهام بقى لأن رهام قاعدة في ألمانيا بالظبط بحكم ان اسرتها بقت مقيمه هناك. احنا بنتقابل بس انا شغلي هنا وهي شغلها هناك. الله طب ما فرصه يا رهان بقى يعني طب ما احنا ممكن نشتغل مع بعض كده بس تيجي نجرب حاجه مع بعض. وبداناها بالمقطوعه اللاتين دي شويه اللي انتوا عرضتوها في الاول لاني كان نوع من البهجه في الاول يعني احنا بقى بنحاول نسلي بعضينا طب نجرب كده مع بعضينا. فعملنا المقطوعه دي كانت ظريفه لطيفه خدت اعجاب الناس في الفتره دي لاني كان الكل بيدور على اي وسيله ان هو تفك عنه المود اللي كنا كلنا فيه يعني من الزهق وهكذا. يمكن بعد كده لما بدانا نخرج شويه للحياه واللي بدانا نفك شويه بره خلاص بدأنا كل واحد يرجع تاني لحياته. بس أنا ورهام قلنا طب هي بقى حبت طب ما أنا عايزة أطلع على اتصال بيك وبقى تاني زي الأول. طب ما يلا أميرة بقى نرجع زي إحنا نكمل بقى بما إن الطريقة دي أو الشكل ده ظهر فإحنا ممكن نتواصل دلوقتي عن بعد مش شرط بقى إيه إن إحنا بقى موجودة في مصر ونعمل لايف مع بعض في مصر. فمثلا عملنا حاجات تانية كنا مثلا وقت الكريسماس عملنا وناس فلي رايد مثلا حاجة معروفة فاني كده بشكل فاني حتى عملناها برضو بالسناب شات والحاجات دي. مثلا لقينا دي اللي كان معاكم فيها حد تاني بيعزف إيقاع حد تالت بالضبط يعني انا كنت بسجلها وانا في الكونسرفاتوار وهو في الاوبرا بيعزف إيقاع وهي في المانيا يعني كل واحد طب اميره انا يعني عايزه يعني اعرف منك ازاي عمليه التنسيق بتحصل على اللايف او على الفيديوهات يعني يمكن الموضوع انا كنت بسال ريهام برضو لما كانت معانا بقول لها اكيد فكره العزف عن بعد ممكن تتم لكن ممكن ما تحصلش بالشكل الحلو اللي احنا شفناه. الشكل كان رائع وكان التنسيق او الهارموني ما بينكم كانت هايله جدا. ازاي ده بيحصل؟ هو الموضوع صعب جدا جدا يعني يمكن احنا نعزف لايف اسهل بكتير اكيد يعني احنا كنا متخيلين ان ده سهل لا خالص لان يبدأين عشان نتفق على العمل وممكن العمل ده هو اصلا مش اوريجينال للكلارينات وهارب بالظبط اكيد لا الات تانية او اغنيه زي فلي رايد مثلا او العمل اللاتين اللي احنا عزفناه او مثلا العمل بتاع مصر ياما بهية. فبالاول بنختار العمل نقعد نوضب النوت بتاعته ان هي نظبطها للهارب نظبطها للكلارينات. بعد كده مثلا طب رهام انت ناويه تعزفيها ازاي عشان هي دلوقتي مش قدامي. هي تعزفها لي مثلا بشكل زي درافت كده وتبعته لي انا اشوفه احطه هيدفون في ودني واحاول اسجل عليه وابعتها لها عشان مثلا هكون انا اللي ببتدي الاول فبعتها لها هي تاني تعزف عليه تاني وابعته يعني لزميلنا التاني الايقاع. موضوع كبير موضوع كده. طب هل بتعملوا بروفات كأنكم طالعين حفلة يعني كل واحدة كده منكم بتقعد وتذاكر وتعمل بروفة؟ هي دي بقى بالضبط ما هو ده البروفات ان انا ممكن حتى بعد ما نعملها نلاقي مثلا لا دي مش مضبوطة فهنسجلها تاني من اول وجديد غير ما بتبقى بروفة احنا مع بعض بالزبط. ما مش مضبوطة هنعيدها في ساعتها صح بتبقى اسهل لكن دي نسجلها ونبعتها تاني ونعملها تاني رغم المجهود ده غير بقى طبعا سرعة الانترنت طبعا اكيد ان انا ابعت لها فيديو ففي الاخر كنا بنبعتها لها وهي اللي كان سهل عندها ان هي تركب الفيديو بالاب عشان برضه يمكن عندهم السرعه افضل شويه فتبقى سهل ان هي تعملها. بس ونركبها رغم مجهودها بياخد كتير بس صراحه يعني الاستحسان اللي احنا شفناه مع الناس كتير يعني مع التشجيع ده خلانا مكملين يعني قلنا لا هنكمل جت لما ممكن نعمل بروجرام كويس بالظبط. هي بقى رهام بتنزل كل فتره مصر بتعمل حفلات في الاوبرا فممكن نبقى ساعتها نعمل حفله الاعمال بقى اللي احنا عملناها دي كلها كانت بروفا للحفله اللي احنا نعملها بعد كده ان شاء الله. اميره يعني انت كنت بتقولي انه يمكن ده اول شكل يحصل بسبب ظروف الكورونا ما كانش في عزف عن بعد او اونلاين بيحصل بشكل كبير الفتره اللي فاتت بالظبط. هل بعد الاستحسان اللي شفتوه من الناس والتنسيق الهايل ونجاح الفيديو
الفيديو وانه ناس كتيره متفاعله معاه، ممكن تبداوا تعملوا كده والموضوع يبقى مستمر ومنتشر على مستوى العالم حتى بعد كورونا يعني. بالظبط، حتى بعد الكورونا، خصوصا انه في مهرجانات كتيره جدا حصلت اونلاين، وفي ايفنتس فنيه وموسيقيه كتيره جدا حصلت خلال فتره الكورونا من خلال الاونلاين. بالظبط. بصي، هو في كتير خدوا الشكل ده طبعا بسبب برضه الظروف وكملوا بيها، بس هي الفرق في ايه، ان اللي غالبا اللي كملوا بالشكل ده بشكل زي مسابقات او كده كانوا بيعملوها بطريقه اكتر بروفيشنال، لان مثلا ممكن يكون التسجيل في استوديو او بيركبوا الصوت في استوديو، فممكن بيظبطوا الكواليتي بتاع الصوت، بيظبطوا السرعات، بيظبطوا الحاجات دي كلها زي ما بيحصل في البروجرام، في المونتاج، في اي برامج تلفزيونيه يعني. فبيبقى في كواليتي في الاجهزه، احنا كل ده عملناه بشكل بدائي جدا عن طريق الموبايل. اي حد بيعملها، موبايل وانترنت عادي. بالضبط. بس ده مش هيمنعنا، زي ما قلت لك هو يمكن الحياه بعد كده رجعنا كملنا عادي، وفي كملوا اونلاين، لو في مسابقات بقت بتتعمل بالشكل ده دلوقتي برضو يعني، بقت حتى بتسهل، بدل بقى ما يبقى في سفر واقامه وفيزا، فبقى كتير ممكن يشاركوا مسابقات عن طريق هنا وهم في مكانهم يعني عن طريق اونلاين. بس برضو يبقى ليها كواليتي. لكن بالنسبه لنا احنا مثلا انا ورهان، لا احنا ان شاء الله هنكمل بالطريقه دي، سواء كورونا او مش في كورونا، ده نظرا لسفرها او لان هي مش متواجده في القاهره يعني. بس وبنحضر بروجرام مع بعض علشان ان شاء الله لما تنزل نبقى نعمل بقى يعني هيبقى لينا اعمالنا هي ودي كانها بروفوك في الاعمال دي، بحيث لما تنزل ان شاء الله نقدر نقدمها بقى بشكل طبعا يعني لايف او في حفله ان شاء الله. نورتينا يا أميرة جدا، بالتوفيق إن شاء الله، أنتوا بتعملوا حاجة حلوة جدا، ويعني يمكن ناس كتيرة متفاعلة معايا بشكل كبير، استمروا، التوفيق والنجاح إن شاء الله. مرسي جدا يا أميرة. احنا كده كلامنا عن الفن والعزف عن بعد، وأفكار جديدة دايما بتطلع كل يوم بسبب ظروف الكورونا والتعايش معاها. فقرتنا خلصت، هنطلع لفاصل ونرجع نستقبل بقى عمر رياض، الفنان الشاب الصاعد من عائلة فنية كبيرة جدا، جده الفنان الراحل محمود ياسين وشهيرة، وكمان ابن الفنانة رانيا محمود ياسين ومحمد رياض. خليكم معنا بعد الفاصل. رجعنا لكم من جديد ولسه مكملين معاكم باقي فقرات إنبوكس. الفقرة دي زي ما قلنا لكم كده من البداية معانا أحدث المنضمين للوسط الفني من عيلة الفنان الكبير الراحل محمود ياسين. النهاردة منورنا في الاستوديو الفنان الشاب عمر رياض، وزي برضو ما قلنا لكم وطبعا حفيد الفنان محمود ياسين والفنانة شهيرة، وكمان والده محمد رياض والفنانة رانيا محمود ياسين، وخاله كمان الكاتب والسيناريست عمر محمود ياسين. يعني تحسوه كده هو محاصر بالفن من كل ناحية، ويمكن مؤخرا هو دخل الوسط الفني وبدأ كمان مسيرته الفنية. النهاردة بقى هنعرف منه تفاصيل دخوله كده لعالم الفن. ازيك يا عمر؟ ازي حضرتك؟ إيه؟ الحمد لله تمام، وانا سعيد جدا مع حضرتك، ومرسي جدا على المقدمة. احنا مبسوطين ان انت معانا يا عمر. مرسي جدا، شكرا. طيب في البداية كده زي ما نورة كانت بتقول، انت من عيلة فنية، يعني الجد، الجدة، الوالد والوالده والخال كلهم، ومش اي فنانين، يعني فنانين تقال جدا في الوسط الفني، ويعني زي الفنان محمود ياسين مثلا ده خبره والناس كلها كانت بتتعلم منه في ادائه، في التمثيل، في كل حاجه. انت بقى امتى قررت ان انت عايز تمثل وعايز تبقى زي عيلتك كلها؟ هو الموضوع كان يعني قديم، يعني الموضوع من وانا صغير جدا كنت بروح طبعا مع بابايا المسرحيات، كان هو جات له فتره كان بيعمل مسرحيات كتيره جدا، فكنت بروح معاه، ودايما كنت لما اشوفه بيمثل كنت ببقى حاسس ان الموضوع ممتع، حاسس ان انا فكره ان انا اتقمص شخصيه وامثلها دي حاجه ممتعه جدا. بس اللي هو مجرد لسه طفل صغير يعني حابب الموضوع كده مش اكتر. اللي هو يخلص مثلا مسرحيه اطلع على الستيج الاقي نفسي مثلا عايز امثل مع نفسي، الاقي كده اللي انا حابب الموضوع كده اوتوماتيك، بس ما فيش اي حاجه لسه اكيده. الموضوع بعد كده شويه بعد لما كبرت لا نسيت الموضوع تماما، بقيت ان انا قررت خلاص انا عايز اخش كليه اعلام، عايز اتجه في المجال ده، وخلاص الموضوع اتنسف من دماغي، لدرجه بقى بعد كده ان انا خلاص بقى يعني اركز في الموضوع، بس برضه لقيت ان بشكل عام الميديا كلها ريليتد، فممكن غصب عني اكتشف حاجات تانية، يعني موهبات تانية ممكن اشوفها في نفسي. فلما لقيت الموضوع ده جت من ان انا كنت مثلا ببقى قاعد مع اصحابي، انا اصحابي حقيقة معظمهم كلهم يعني ايه بيحبوا الحاجات اللي انا بحبها. فدي ساعدتني شويه ان انا الاقي اكتشف حاجات جديده، فاكتشفنا مثلا ان انا ممكن مثلا ايه احب التقليد شويه، بتقلد بس يعني مش خبير. ماشي. ايوه ادينا معلومات كده ازيد. يعني لو لا يعني كنت لو مثلا حتى قلت حتى شخصيات عادي نعرفهم، فهم مش هتقلد لنا حاجه؟ طب يا عمر
مش دلوقتي يعني ممكن ممكن كمان شويه كده يبقى اخد على الموس بس بهيئك دلوقتي ان انت هتعمل كده كمان شويه يعني لو كنت احب اقلد شخصيات شويه ممكن ناس بتمثل وناس نعرفها عادي فهم قالوا لي طب ما انت الموضوع عندك حلو اهو كده شجعوني جدا حقيقه يعني كان صحابي هم صحابك الاول صحابي هم الفضل الاول في الموضوع ده شجعوني على الموضوع بس انا كنت لو يعني عارف ان هو مش شرط انها تكون 100% طيب. عمر معلش يعني انا اسفه اني بقطعك بس احنا معانا مفاجاه على التليفون يعني الفنانه الجميله شهيره الو الو يا استاذه شهيره منورانا اهلا 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 ازي حضرتك منورين الدنيا والله يعني مبسوطين جدا ان عمر كان السبب ان احنا نسمع صوتك بالظبط منورانا ميرسي يا حبيبتي ربنا يخليكي احنا عمر معانا ومنورنا في الاستوديو زي ما بنقول كده هو يعني احدث المنضمين للوسط الفني وجاي من عيله كلها فنيه ومش اي فنانين طبعا والله هو يا حبيبي يعني هي موهبته دي يعني انا مكتشفاها من هو طفل يعني بجد بس انا والله انا يعني لكن ما كنتش متخيله ان الموضوع يعني واخد معاه يعني الجديه دي يعني لحد بقى طبعا ما كبر بقى وبيقدر بقى هو بعد كده يحدد طريقه ويختار فلقيته ان هو يعني ايه حابب ان هو يجرب حظه يعني وكده في المسألة الفنية طيب استاذه شهيره بحس انه دايما لو في حد من عيله فنيه كبيره بيبقى الوضع ممكن ظالم ليه شويه لانه طول الوقت مثلا الناس بتقارن بتقول ما هو طبيعي علشان عيلته كلها في الوسط الفني فطبيعي ان هو يدخل الوسط الفني فلازم تكون يعني موهبه كده بجد ولازم كمان العيله الفنيه دي تبقى طول الوقت بتقول الصراحه وبتقول له الحقيقه وبتوجهه كمان بشكل سليم لا بصي انا عايزه اقول لك حاجه هي جينات خلي بالك ده حقيقي ابن الرز عوام يعني جد جد اب وام خال يعني لا يعني مساله يا عيني الولد محاط ايوه بالظبط انت عارفه لا يعني فهو المساله الجينات مش علشان اهله في الوسط الفني يبقى هو لا هي بيبقى غصب عن الولاد الحقيقه صح يعني انا لان دي بتبقى جينات موجوده اول واحده كانت دايما من وانا صغير تقول لي انا حباك تشتغل في المجال ده اول واحده يعني حتى من قبل ما انا اكتشف حاجه ليه؟ لان ماما ما كانتش عايزه كده لا في الاول او مش عايزه النادي تكون المهنه الرئيسيه عندي لو الموضوع اكتر ممكن يبقى هوايه وفي نفس الوقت يكون عندي شغل تاني انا بتبعه وبشتغل فيه لا جدتي من بدري الموضوع من بدري هي شايفه فيها حاجه فدي كانت بتديني دافع لا انا ايوه انا اللي واقفه افضل انا اللي بشجعي لما بابا ومامتي حاولوا يحبطوه هو يعني اعتقد انه بيبقى اغلب الابهات والامهات اللي بيكونوا عايزين فنانين حاجه ثابته لا غير كده بيبقوا عارفين انه المهنه دي هي صعبه وفيها مشقه ومتعبه ما هي كده فبيبقوا خايفين على اولادهم يعني بالظبط بالظبط وانا مش مساله انا خايفه بقى عليه لا انا بحبه زياده لدرجه ان انا عايزاه يحقق اللي هو صح. نفسه فيه وان هو يوصل للحاجه اللي هو حاببها واللي هو حاسس نفسه ان هو ممكن يلاقي نفسه في المجال ده ما لهاش علاقه بان عيلته يعني كلها فنانين هي الجينات هو غصب يعني غصب عنه غصب عن اي يعني دايما تلاقي ايه ابن الدكتور دكتور ابن المغني بالظبط يعني هي كده المحامي تلاقي إيه ابنه برضه طلع محامي منين صح جينات يعني فهي بس الحكايه ان الولاد بيبقى فعلا عليهم سبوت زياده ويبتدوا يعملوا مقارنات وده الغلط طب انا عايزه اسال حضرتك سؤال يا استاذه شهيره يمكن كنت بقول لعمر هل لما بتيجي داخل دور وادائك العيله بقى بتجاملك وبتقول لك كنت هايل ولا دايما بتحاول تحسن من ادائك ويقولوا لك انتقادات معينه وتوجيهات فنيه مهمه جدا من واقع خبرتكم يعني في المسيره الفنيه ده بيحصل فعلا ولا ما بيحصلش بالنسبه انت يعني الحفيد والمدلع وكده لا يعني لا لا هو اكيد طبعا بيبقى للواحد راي مش عايزه كلام أيوة. لازم يبقى في راي وفي توجيه ولازم هو كمان يعني ايه يثق في اللي احنا بنقوله صح. هو انت عارفه جيل الشباب
بيبقى يعني ايه معتز يعني ايه بنفسه قوي وباللي هو بيعمله وبقراراته هو والكلام ده كله. انا بتكلم بشكل عام على على جيل الشباب الصغير اللي لسه بيتفتح يعني على الحياه يعني. فهو يعني بشكل عام الشباب لازم تستمع للناس اللي هي ليها خبره مش في المجال ده, خبره في الحياه بشكل عام. مزبوط. لازم يقتنعوا ان مهما كان هم عندهم من الوعي والثقافة وكل حاجة احنا بنحترم ده طبعا, لكن في نفس الوقت في خبرة وفي يعني توجيهات ناخد بالنا برضو ان في خبرات في الحياة هم لسه هيخدوها بعد سنين طويلة, احنا بنديها لهم على طبق من ذهب, فلازم يعني ياخدوها يبوسوا ايديهم ويشوا ظهر. صح صح. يعني حضرتك نورتينا جدا ومبسوطين ان احنا سمعنا صوتك, ولو حابة تقولي حاجة أخيرة لعمر أو عمر تقول حاجة. أنا عايز أشكرها جدا بجد يعني. هي لا هي من زمان زي ما بقول لحضرتك هي مدياني دافع مش طبيعي يعني. مدياني حاجة أنا يعني كانت شايفة فيها حاجة أنا مش شايفها. فهي بجد لا هي فضل كبير جدا عليا, مش حتى في الموضوع ده بس, ده في حاجات كتيرة جدا. أكيد. يعني هي لا هي أمي يعني. أكيد. مش ربنا يخليها لك يعني بجد. حبيبي أنا بتمنى لك يا رب إن شاء الله التوفيق وإن ربنا يكرمك وتحقق اللي نفسك فيه إن شاء الله. وميرسي يا بنات, متشكرة قوي نورتينا. أنتوا حلوين وجمال قوي ومنورين. عيونك الحلوة نورتينا جدا. شكرا ليك. باي باي. شكرا ليك يا حبيبتي نورتينا. جميله قوي. طب صحيح يعني شهيره الجده عامله ايه يعني؟ عامله ازاي؟ عايز اقول لحضرتك هي كمان دورها في انها على طول بتسال عليا على طول في اي وقت يعني. لدرجه انها احيانا مثلا اكون انا مثلا خارج مع اصحابي وممكن اكون اتاخر شويه فتكلمني لغايه دلوقتي تقول لي لا انا مش هنام الا لما تيجي يا حبيبتي. فهي لا هي يعني بتخاف عليا جدا, بتسال عليا على طول. بتشوفني حتى في دراستي عامل ايه, ما بحتاج اي حاجه بروح لها على طول. ما فيش اي مجال ان انا ايه بتكسف ثانيه او حاجه اقول انها ممكن تبقى مشغوله. لا انا علاقتي بيها يعني لا ان احنا في عشم بزياده, فعلى طول ما بحتاج اي حاجه بروح لها على طول من اول الناس. ولد بالظبط طبعا. طب واكيد يعني مش عارفه احنا مثلا كلنا لما بنبقى في حاجه عايزين نعملها وبابا او ماما مش راضيين بنروح لجده. جده على طول. جده او مش عارفه ده كان الوضع معاك ولا لا. هو الموضوع ما كانش رفض عند الوالد والوالده الحقيقه, على قد ما هو ما كانوش حابين ان هو يبقى الحاجه الاساسيه يبقى في مهنه تانية. وده يعني ممكن لما كبرت شويه بدات اتفاهم الموضوع ده يعني. ممكن واحد برضه لما كبر وفاهم خبرات الحياه وان هو ممكن بعدين لما يتجوز ويفتح بيت ويبقى عنده مسؤوليات ممكن ان هو يفضل ان هو يبقى عنده مهنه ثانيه برضه عشان ظروف الحياه. طيب خلينا نتكلم بقى عن دورك في مسلسل الكاتب والجلاد, ده هيتعرض في رمضان اللي جاي. عايز اعرف الدور ده جالك ازاي واستعدت له ازاي؟ هو الحقيقه المسلسل هيكون اوف سيزون, مش هيكون في رمضان. مش في رمضان؟ هو 7 حلقات هيتحط ان شاء الله على منصه, بس حتى الان ما تمش الاعلان عنها. ولحد هذه اللحظة أنا ما بعتليش إلا حلقة تالتة, فما فيش برضو حاجات كتيرة جدا أقدر أتكلم فيها عن ملامح الشخصية. ولكن هي شخصية المفروض مدمنة, وهي شخصية يعني غريبة جدا عني, ودي يعني تديني توتر شوية إنها تبقى أول حاجة تبقى حاجة جديدة. حاجة صعبة. حاجة صعبة طبعاً. يعني الواحد برضو مطالب إن هو ما يكونش على طبيعته قوي, وفي نفس الوقت برضو لازم يبعد عن الأوفر أكتنج. فدي ممكن تبقى, وده غير بقى زي ما حضرتك قلتي في الأول مسؤولية بقى إن مقارنات بالعائلة كلها, فدي برضو ممكن تعمل ضغوطات شويه على الواحد. بس يعني لحد ما تثبت سهل. لحد ما كل واحد بيثبت نفسه. يمكن احنا شفنا نماذج كتير لاولاد فنانين بيبقوا في الاول محطوطين في الحته دي, بس على حسب بقى موهبته بيتحط انه لا ده بقى اسمه بالظبط كده. طيب عمر, يعني انا حاسه مثلا وانا قاعده قدامك كده ان انا سامعه صوت محمد رياض, شايفه كده حاجه منه. يعني اكيد في فكره الشبه طبيعي يعني. بس انا عايزه اسالك السؤال بشكل مختلف, ايه اللي خدته من كل حد في عيلتك؟ يعني لو هتقولي خدت ايه من الفنان محمد رياض, خدت ايه من رانيا محمود ياسين, خدت ايه من كل حد؟ الحقيقه خدت من والدي يعني التواضع حتى عامه مع الناس يعني. ده بعيد عن مجال الفن اللي بتكلم, حتى لو حضرتك عايزه في الفن برضو ممكن ابقى اتكلم. بس اللي هو لا التواضع مع الناس, احترام مواعيد العمل دي مهمه جدا. في الفن طبعا لازم تحضير الدور ده يعني لازم ياخد اجتهاد كبير جدا. لازم برضو مؤخرا والدي علمني ازاي اتعلم خبرات من ناس تانية, اتفرج كتير بره. يعني فترة الكورونا مثلا اللي فاتت كنا قاعدين فيها في البيت كان دايما هو يقول لي تعالى كل يوم نتفرج على افلام كتير ونتعلم برضو من ثقافات تانية.
امي برضو كانت دورها برضو مهم جدا طبعا. انها على طول بت لا يعني اللي هو دعم مش طبيعي مع اي فرصه طبعا طبعا نصايح على طول مع اي فرصه كاستنج مثلا او اي حاجه شافتها تنبعتها لي على طول اللي هو اروح اقدم وبتاع ورش نفس الكلام فرق مسرح يعني لا على طول هي ما بتشوف اي حاجه ما بتتاخرش بس من كلامك يا عمر ان انت يعني داخل التمثيل بمجهودك وكمان العيله ملهاش دور فكره ان انت بقى يعني من عيله فنيه كبيره جدا فممكن اسم الفنان الراحل محمود ياسين لوحده يساعدك ان انت بالزبط. تدخل المجال او مثلا والدك محمد رياض يعني او مثلا خالك طبعا عمرو محمود ياسين يعني اللي هو ممكن اي حد يجيب لك دور كبير جدا في مسلسل من غير ما انت تتعب من غير ورش تمثيل من غير ما تروح تعمل كاستنج لكن واضح ان انت بتشتغل على ده بمجهودك انت والعيله كمان بتشجعك على ده هو ده فعلا ممكن يحصل ده يعني موجود بس هو ممكن يحصل لو انا ما بروحش ورش ما بشتغلش على نفسي طب انا هتقدم بشكل وحش بس انت حابب ان انت تشتغل على نفسك طبعا أكتر. دي اهم حاجه يعني انت ما بتروح ما بتذكرش ان انت حفيد الفنان محمود ياسين لا لو حد سالني لو حد سال بتقول لكن من نفسي بالظبط لان انا لو ما عنديش الموهبه او لو مش هخلص في العمل ما انا هيتقال عني كلام مش كويس ففي النهايه انا اللي هكون خسران فانا يعني لا بحاول اشتغل على نفسي وفي نفس الوقت طبعا انا بحاول اكتسب من عيلتي على قد ما اقدر الخبرات اللي هم خدوها في مجال الفن يعني عشان هم برضو اكتر من حد فانا كنت محظوظ نوعا ما شويه في الحكايه دي يعني. اكيد طب الفنان محمود ياسين الله يرحمه هو كان قيمه فنيه كبيره جدا وكان انسان يعني على المستوى الشخصي انسان وخلوق وشهادات ناس كتير جدا كانت تعرفه انت اخدت ايه منه او ايه اللي اتعلمته منه وهل كان على علم بان انت حابب تمثل او تدخل الوسط الفني قبل وفاته ولا لا لا قبل وفاته الحقيقه ما كانش على علم قوي في الموضوع ده لان زي ما بقول لحضرتك انا اكتشفت تاني ان انا حابب الموضوع مؤخرا لما دخلت الجامعه يعني فهو ما كانش عنده علم بالموضوع ده جدا ولكن انا من وانا صغير انا على طول بقعد معاه يعني انا قعدت مع جدي لا فترات كبيره جدا في حياتي مامتي وبابايا يكونوا بيصوروا مثلا فاقعد مع جدي وجدتي طول اليوم فوق ال 14 ساعه فكنت اقعد مع جدي اساله بقى عن التمثيل وعن الموضوع فلا كان بيقول لي الموضوع ممتع جدا الموضوع انت بتقدم فن انت بيبقى ليك قيمه في المجتمع في نفس الوقت برضو انت لازم ما ينفعش ان انت تعتمد ان الموضوع لا انه ممكن يبقى سهل مجرد ان انت طلعت لا انت ممكن تطلع وتنزل وتقع لازم يكون عندك صبر انك تعرف حتى تتعامل مع المطبات دي نفسك. طبعا اكيد طب احنا كمان عرفنا انت بتحب التأليف والكتابة مش التمثيل بس وممكن الموضوع ده يعني ممكن تكون واخده الخال بقى عمرو محمود ياسين هو كمان بجد مؤلف رائع ومسلسلاته كلها يعني بتنجح بشكل جماهيري رائع اكتشفت ازاي ان انت بتحب التأليف والكتابة اكتشفت برضو انا زي ما بقول لحضرتك كل واحد لما بيكبر بيكتشف ممكن حاجات شويه في نفسه فده لما دخلت كليه الاعلام لقيت في حاجات ريليتد برضو في مجال الميديا عامه انا ممكن يعني اشوف نفسي فيها وانا من وانا صغير كنت احب اقعد اتخيل قصص واكتبها يعني برضو كنت حاجه كنت بعملها ما كنتش بقول لحد عليها خالص حتى اهلي ممكن ما يعرفوش المعلومه دي بس كنت بحب اعمل كده بس اللي هو ما كانش في دماغي قوي بعدين ما لقيت خالي اشتغل في الموضوع والحمد لله عمل حاجات كويسه وعجبت الناس فبرضه اللي هو لا حبيت ان انا يعني انا بحب خالي جدا وهو يعني برضه ليه فضل كبير عليا جدا في حاجات كتيره فغصب عني اكتسبت منه حاجات ولقيت ان انا حابب ان انا برضه اشتغل معاه في الموضوع ده فرحت ورشه مع الاستاذ احمد مراد ورحت حاولت اتعلم منه وكتبت حاجات قصيره برضه وريتها لخالي ويعني وخالي على طول كان يعني بيقول لي رايه بصراحه وبيحاول يعلمني ويديني نصايح ولو في حاجه برضه شايفها مش صح يقولها لي يعني انا بحب اقراه جدا عامه يعني حلو قوي طيب عمر ايه رايك بقى دلوقتي نقلد احنا سيبناك فكيت اهو براحتك قول لي مين الشخصيه يعني عادي هندردش كده وسط الكلام انت قلد ايه اللي عملته قدام صحابك وقالوا لك ان انت ايه ده طب ما انت بتمثل او ان انت عندك موهبه التقليد كنت بقلد الاستاذ عادل امام انا بحبه جدا طبعا بس يعني ايه بس يعني ممكن نخليها في اخر الحلقه لا ما هي خلاص الوقت الوقت بيجري بسرعه يا عمر مش هنلحق يعني مش بحاول افتكر مشهد كده اصلي كنت كان في مشهد كده كان الاستاذ عادل امام في التجربه الدنماركيه لا مش سوري العريس من جهه امنيه ولا لا مش ده مش مشكله الفيلم انا لا انا افتكرت عايز افتكر بس المشهد بالظبط قولوا احنا هنساعدك كان مع الفنان احمد تهامي والفنان تامر هجرس ده التجربه الدنماركيه التجربه الدنماركيه فتمام هو كان قاعد معاهم المفروض فكان يعني كان هم كانوا بيتخانقوا وبتاع فهو يعني كان متعصب شويه كانوا هيضربوا بعض خلاص فكان واقف كده باصص لهم قال لهم قرا ايه؟ هتضربوا بعض قدام ايه؟ هتضرب اخوك عبد الرحمن
حلو. طب تقلد حد تاني؟ لا كفايه قوي كده يعني، ربنا يستر من ده. ما عملتش حاجه يا عمر؟ ليه؟ ما لحقتش. هو كلمته انا مش حافظ والله الملوك كله يعني، خليها دي على خفيف كده. مين فنانين تاني؟ لا يعني ممكن مش عارف، مش عارف في وقت الصراحه. طب اقول لك على حاجه يعني مأزق ممكن يبقى بابا، اعتقد ده سهل وصعب في نفس الوقت. بابا انت عايش معاه على طول؟ بس لا يعني في ممكن في الحياه العامه اكتر، بس التمثيل ماشي تعرف تقلد هي يعني. الناس مش هتبقى عارفه، بس دي حاجات شخصيه قوي. بالظبط. عندك يعني تدخلنا قوي في حياتكم. لا مش على كده، بس اللي هو الناس يعني مش هتعرف حاجه يعني، دي الفكره صح يعني. عندك حق. طيب انت بتقول انت بتدرس او درست اعلام وفي نفس الوقت اهو بتمثل وداخل في ورش تمثيل وكده، هل ممكن برضو تشتغل في المجال الاعلامي؟ يعني هل ممكن تبقى مقدم برامج، مذيع، مخرج، مصور؟ طبعا هي المهنه الرئيسيه عندي كل يعني انا داخل كليه اعلام وهدفي ان انا اشتغل فيها، انا قسم اذاعه وتلفزيون، وكان هدفي ان انا اشتغل مذيع، وانا بحب الكوره جدا، كان نفسي اعمل برنامج رياضي طول عمري. مذيع رياضي بقى؟ جدا، انا اهلاوي جدا جدا، فنفسي اعمل برنامج عن كوره عامه. فدخلت كليه اعلام وانا حاليا في سنه ثالثه وبدرس، وان شاء الله قريب هنزل تريننج بحاجه كويسه يعني. حلو، انت ماشي في الاتجاهين برضو؟ انا برضو في كل الاحوال يعني، عشان برضو يعني التمثيل طبعا كل حاجه هوايتي ونفسي اشتغل فيها من زمان الحمد لله وحصلت، ولكن برضو انا في كل الاحوال لازم اهتم بدراستي اكتر من اي حاجه. وانا داخل كليه اعلام وهدفي ان انا اشتغل في الاعلام عامه، فان شاء الله يعني احاول اجتهد على قد ما اقدر واللي يجيبه ربنا كويس ان شاء الله. حلو قوي. بس هل حاطط لنفسك بلان، خطه كده ان انا هعمل كذا ولو ما قدرتش احقق كذا فانا هحط كذا؟ يعني هما المهنتين دول او الحاجتين دول اللي انت بتحبهم، الاعلام والتمثيل، ولا عامل بلان عامه لحياتك ولا سايبها زي ما تيجي؟ لا انا عامل بلان يعني، هو التمثيل والتاليف طبعا والاعلام، هما الثلاثه هما يعني دول البلان اللي انا شغال فيهم. هحاول على قد ما اقدر اجتهد في اي واحده فيهم، مش بقول ان انا في الثلاثه هبدع، بس اللي هو في كل الاحوال احاول على قد ما اقدر لحد ما تشوف لمعت في ايه مثلا. يعني الحاجه اللي انا اشوف ان انا ممكن الناس تتقبلني فيها نوعا ما، او اشوف حاجه كويسه، ان شاء الله هي دي يعني اللي هكمل فيها. وليه لا، ما ممكن اشتغل في الثلاثه يعني، ما ممكن صح. تحصل يعني، ده طموح شرعي ومش عيب، ويعني في النهايه احاول زي ما بقول لحضرتك اجتهد واللي يجيب ربنا كويس يعني. طيب لو سالتك عن التاليف يعني، ايه اول قصه حابب ان انت مثلا تكتبها؟ يعني حابب انهي قضيه تناقشها من خلال مسلسلك او من خلال فيلم مثلا؟ انا كتبت فيلم قصير ان شاء الله هيتعرض قريب، هيتصور فيلم اسمه وعي الشعب، نتكلم عن فتره الكورونا من اول شهر مارس خالص، اللي هو من بدايه الكورونا ما جت على مصر لغايه شهر 8 اللي هو كانت في الصيف، بدات الكورونا تقل شويه وفتره الحظر والناس قاعده في البيت. الفيلم من تاليفي ومن اخراج صاحبي علي الشربيني، ده معايا في كليه اعلام، وانا وهو ناويين يعني ان احنا نشتغل مع بعض مشاريع بكده، انا اكتب وهو يخرج، ونحاول نشوف شركات انتاج تتولى الموضوع، او حتى احنا نعمل حاجات يعني. احنا برضو قبل كده عملنا فيلم مع بعض، بس انا كنت بمثل فيه، كان برضو من اخراجه دي، اللي هو كانت حاجات كده مبدئيه عشان ناخد اكسبيرينس او ناخد خبره في الموضوع يعني. طيب عمر، اي اهل في الطبيعي بيحبوا ان هم ينصحوا اولادهم وطول الوقت كده يبقوا بيدعموهم وفي نفس الوقت عندهم خبره اكبر في الحياه فبيقولوا لهم شويه نصايح؟ لما يكون كمان الاهل دول وسط الشغلانه او وسط المهنه بتكون ليهم نظره مختلفه، ايه اكتر الحاجات اللي اهلك نصحوك بيها اول لما قلت انا عايزه امثل فنيا؟ انا زي ما قلت لحضرتك، هو انا خلاص اشتغلت في المجال، انا لازم اكون متقبل اي نقد، متقبل اي مقارنات، خصوصا عشان انا في عيله فنيه طبعا. لازم اكون عندي صبر جدا ان انا لو اشتغلت عمل وقعدت شويه ان ده مش عيب، لا انا ادور اشوف ايه اللي يخليني ارجعني تاني صح. وفي النهايه يعني بالاجتهاد ربنا مش هيضيع اجتهاد حد يعني. صح. نورتنا يا عمر جدا يعني، احنا اتبسطنا بوجودك، وطبعا اتبسطنا جدا بمداخله الفنانه الجميله شهيره ان احنا سمعنا صوتها، وبالتوفيق ان شاء الله وتبقى كده يعني. سلم لنا على كل العيله باذن الله. ان شاء الله. انا سعيد جدا ان كنت مع حضرتك، وشكرا جدا. ميرسي جدا يا عمر. ويعني شكرا، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا ليك يا عمر، نورتنا. لسه ان بوكس مكمل معاكم بعد الفاصل، عيش صح. اسمي سعدية نجيب، وزني 150، سني
60، جسمي بيوجعني ورجلي وظهري، مش بقدر امشي اخش الحمام حتى. عرفت الدكتور كريم صبري على طريق التلفزيون. اما رحت للدكتور كريم قال لي هتعمل تكميم معده، جيت له وهعمل العمليه ان شاء الله الليله، واستناني بعد العمليه. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنه والمناظير. احدث جراحات السمنه المفرطه والسكر بالمنظار. احدث التقنيات الامريكيه لجراحات السمنه، تحويل مسار المعده بالمنظار، تكميم المعده بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيره. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحه العامه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنه والمناظير. احنا النهارده هنعمل تكميم معده لمدام سعديه، وزن 148 كيلو. السمنه المفرطه في السن الكبير مش مختلفه عن السن الصغير، ولكن بيبقى فيها نقطتين. النقطه الاولى ان احنا بيبقى في امراض كثيره بيبقى لها شنط ادويه مختلفه، زي السكر والضغط ومشاكل الكوليسترول في الدم وتدهون الكبد، وفي مشاكل قد تتعلق بالمفاصل اللي احنا طبعا بيبقى الوزن كبير عليها، وبالتالي احنا بنبقى عايزين ننزل الوزن عشان نتخلص من الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه، ونتخلص من اكياس العلاجات او شنط العلاجات اللي هي بتبقى بصوره يعني مجهده للمريض نفسه. النمره الثانيه، النقطه المهمه جدا تخديريا، هل المريض اللي هو فوق ال 60 سنه او 60 سنه هل في مشاكل بالنسبه للعمليه؟ احنا طبعا بنقيم ده بناء على فحوصات وتحاليل يعني كثيره، وبنقيم الوضع اذا كان هناك اي خطوره او اي مشاكل احنا بندي حلول تانية غير العمليات. لكن اذا كانت وظائف القلب سليمه، وظائف الكلى سليمه، كل الوظائف في الجسم كويسه، ويتم قبوله من دكتور التخدير، بيعمل العمليه بكفاءه عاليه وينزل وزنه ويتخلص من الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه، ويتخلص من السمنه المفرطه نفسها اللي ممكن تكون مؤثره على المفاصل ومؤثره على امراض كثيره مصاحبه للسمنه المفرطه. تكميم المعدة من العمليات الخفيفة جدا، وقت العمليات قد لا يتعدى نص ساعة في بعض الأحيان، أقل وبعض الأحيان أزيد شوية بسيطة في الأوزان الأكبر شوية. فتحات صغيرة في البطن، بعد ساعتين بنتحرك، 6 ساعات بنشرب، وبنرجع لحياتنا الطبيعية بعد يوم من إجراء العملية. هنطمنكم على عمليات كتيرة النهاردة وأنواع مختلفة من عمليات السمنة، سواء تحويل المسار، عمليات إعادة لإصلاح فشل جراحات السمنة السابقة، وعمليات كثيرة متنوعة. ونشوفكم على خير بعد العمليات إن شاء الله. شكرا، سلام إن شاء الله. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. انا دكتور كريم صبري. انا بس هوريكم خلال فتره قصيره جدا كيفيه التحضير لعمليه تكميم المعده. عمليه تكميم المعده هي عمليه سهله، الهدف منها انقاص الوزن، بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره. وهوريكم دلوقتي الالات اللي احنا بنستخدمها ل يعني فصل المعده عن الدهون، ويمكن كمان قص الجزء المعده وعزلها عن الجزء اللي احنا بنبقيه. المستهلكات كلها امريكي طبعا، احنا بنستخدم دباسات، يمكن الحاجات اللي هي في السوق المصري كلها هي دباسات امريكي، يا اما كوفيديان او جونسون. الدباستين مختلفين عن بعض شويه في التكنولوجي، يمكن دباسه جونسون دي الغيارات بتاعتها فيها الوان مختلفه شويه بتستهلك، وده يمكن الدبوس اللي احنا بنستخدمه، طوله يمكن 6 سنتي. 6 سنتي دول احنا بنركب الدبوس بالطريقه دي، وبعد الدباسه ما بتدخل تدبس
بتدبس وتقص ونشيل ده كمان ونحط واحد تاني طوله برضو 6 سنتي الى ان تنتهي المعدة خلال يعني ممكن تختلف بقى من 5-6 غيرات او 7 غيرات في بعض الناس اللي هي معدتهم اكبر شوية. الدباسة دي كوفيديان هما مفرقوش عن بعض يعني التكنولوجي بسيط خالص. دي برضو بنفس الطريقة هو ده الدبوس بتاعها برضو 6 سنتي بنستخدمه بالطريقة اللي زي دي بنركب الدبوس عادي خالص وبعد برضو ما بيدبس بنطلعه وبنركب واحد تاني. فالدباسة قد تستخدم لمجموعة من الدبابيس اللي هي بتخلص لنا طول المعدة زي ما هنشوف بعد شوية. ده جهاز الليجاشور ده ادفانسد بايبولر تكنولوجي اللي هو يعني بيفصل الدهون عن المعدة بطريقة آمنة ما يكونش فيها أي نوع من النزيف وما يكونش فيها أي نوع من المشاكل. طبعا يعني السمنة لابد فيها من استخدام كل المستهلكات الطبية الحديثة اللي هي يمكن أحسن حاجة ويمكن أكتر حاجة أبديتد في العالم. كل العالم كله بيستخدم نفس التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمه عشان كده ربنا بيوفقنا الحمد لله لأعلى النتائج. دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصلها عن مجموعة الدهون دي. دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوتة من عيان لعيان حسب الأوزان. ودي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة الى جزئين، المعدة الجديدة والمعدة المتبقية او دي قبة المعدة وده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الانترم. كل ده لازم يتشال بنسبة قد تصل الى 80%. دي الطريقة اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز الليجاشور. وده جهاز زي ما قلنا نوع متطور من اجهزة الكي Advanced Bipolar Technology اللي هو بيفصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجودة المستيز مفيش اي نزيف مفيش اي مشاكل. الامور يعني يمكن بسيطة باستخدام كل التقنيات الحديثة. الخطوة الثانية من العملية ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه نحط شاشة ونسيبها لنهاية العملية. بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعدة عشان نبقى مطمنين. دلوقتي تم عزل الجزء هي دبست وعزلت في نفس الوقت ودي التكنولوجي المستخدم في طريقة اللي هي تكميم المعدة. احنا زي ما شفنا العملية سهلة جدا في خلال 10 دقايق بيتم عملية التكميم. احنا فصلنا الدهون زي ما وريناكو عن المعدة بقية المعدة فصلناها عن المعدة التانية اللي احنا هتتبقى وفصلناها باستخدام الدباسات اللي احنا وريناها لكم دباسات الامريكي بتقص وتلحم في نفس الوقت يعني تقص وتدبس 3 صفوف على اليمين و3 صفوف على الشمال بالطريقة اللي احنا شفناها دي. دي المعدة اللي هتتشال في المنظر ده هنشيلها بنطلعها. بتسألونا طبعا احنا بنطلعها ازاي؟ بنطلعها من البورتات اللي هي خلال فتحة 2 سنتي بيتم يعني تصغير المعدة دي عصرها شوية وبنشفط السوائل اللي فيها وبنحاول نطلعها من نفس البورت الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحية. ما تبقى من المعدة اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمل له اختبار تسريب عشان احنا بنخاف من التسريب في كل عمليات الجراحة. فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد يعني بنحاول نعمل المعدة نخليها عبارة عن بالونة ونشوف احتمالية الدباسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العملية عشان نتفادى يعني التسريب. زي ما احنا شفنا كده المعدة دلوقتي عاملة زي عبارة عن بالونة يعني لو في اي مشكلة في الدبابيس بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا. المعدة زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهاية المعدة الانترم. المعدة ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده ستريت مفيش دبوس طالع ودبوس نازل. امورنا كويسة خالص الحمد لله مفيش اي تسريب مفيش اي نزيف. بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر يعلي الضغط شوية عشان لو في نزيف لا قدر الله يبان داخل العملية ونقوم يعني نوقفه اثناء العملية ما نسيبش العيان للظروف ما بعد العملية. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار.
أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أنا سعدية نجيب، عملت عملية عند الدكتور كريم صبري ومية مية وحلوة، وقعدت بس ساعات بعد العملية. بشكر الدكتور كريم صبري. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. اهلا بيكم. احنا في الفتره اللي هي بعد العمليه، مدام سعديه الحمد لله احنا يمكن صورنا معاها قبل العمليه، واحنا بنصور معاها دلوقتي بعد العمليه. احنا عملنا تكميم معده، احنا بس عايزين نوصل الرساله انه يعني عمليات السمنه في الاعمار المختلفه وخصوصا في كبار السن، ان يعني العمليه امنه تماما. يعني فتره ان احنا قبل العمليه بنوريكم يعني احنا بنبقى داخلين ازاي، بنتحضر ازاي، ومن بعد العمليه ايه الوضع. العمليات اللي هي بالمنظار بتسهل الامور لان هي فتحات صغيره، يعني فتحات صغيره في البطن. طبعا الجراحات الفتح بتاعت زمان كان العيان بيقعد بقى بالاسبوع في المستشفى، وبالتالي اعادته للنشاط الطبيعي او اعادته للعمل، يعني للناس اللي بتشتغل يعني عايزين يرجعوا لشغلهم بياخدوا فتره كبيره على ما يرجعوا. لكن طبعا استخدام المنظار اللي هو فتحات صغيره، بنعمل العمليه زي عمليه تكميم المعده، زي عملية تحويل مسار المعدة، زي عمليات الإعادة بصفة عامة. يعني في عمليات النهاردة هوريكم بعض الفيديوهات، وهنسجل مع ناس طبعا حالات مختلفة طبعا، وحالات إعادة إصلاح وحالات جديدة لتكميم المعدة وتحويل المسار وتكميم مع حزام، مع يعني باند حوالين المعدة اللي هو التكميم المعدل. وفي أنواع كتيرة جدا من العمليات اللي عايزين نوصله من تصويرنا، يعني انه العمليات السمنه هي امنه تماما في مختلف الاعمار حتى فيما بعد الستين، بشرط طبعا ان احنا يكون في جاهزيه عاليه جدا في تجهيز المريض، امكانيات عاليه جدا في اجراء العمليه والمستلزمات الطبيه اللي هي على اعلى مستوى، تقوم تاخد نتيجه بقى مميزه وكويسه، ويخرج المريض بامان وينزل وزنه ان شاء الله بكل يعني سلاسه، ويمشي اموره كويسه باذن الله. هنطمنكم على كل الناس باذن الله، ونشوفكم بقى مع حالات تانية باذن الله. شكرا. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. شكرا. التحدي اكبر واعظم. مركز دكتور كريم صبري لجراحات السمنه والمناظير، أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. أهلا بكم وفقرة جديدة من عيش صح. النهاردة عنوان فقرتنا هيكون الضعف الجنسي وعلاقته بتأخر الإنجاب. هل كل إنسان أو كل رجل بيعاني من الضعف الجنسي ده بالفعل أو بالتالي لازم يكون بيعاني من تأخر الإنجاب؟ هنعرف كل ده وأكتر مع ضيفي اللي مشرفني النهاردة في استوديو برنامج عيش صح، هو الأستاذ الدكتور أحمد العياشي، استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة، استشاري جراحة الذكورة والمسالك البولية بالمستشفيات والمعاهد التعليمية. مساء الخير يا دكتور. أهلا بيك. دكتور، يوم جديد، فقرة جديدة مع بعض، عايزين نتكلم فيها عن أكتر وأعتقد حاجة الموضوع مختلف. مهمة جدا. احنا ربطنا مشكلتين في حاجة واحدة، الضعف الجنسي وتأخر الإنجاب. أنا بقى يا دكتور عايز أسألك،
انا احيانا كتير بسمع ان في رجال بيعانوا من ضعف الجنسي لكن مخلفين، صح، وفي رجاله تانيين مخلفين لكن يعني هي بتختلف. هو بتختلف طبعا، وفي بعض الناس اللي مش مخلفين بيداروا ورا مشكله الخلف. بمعنى ايه؟ يعني هو مشكلته الاساسيه هي اصلا في العلاقه الزوجيه. بس انا بالمناسبه انا كان عندي حالتين، هما دول ابطال الحلقه بتاعت النهارده. محمد ده شاب عنده حاجه و20 سنه، اللي لفت انتباهي في الملف بتاعه لما قابلته ان هو اتجوز مرتين، الاولانيه انفصل منها بعد حوالي 6 شهور، والثانيه متجوزها من 9 شهور. وجاي داخل العياده معاه والده بيقول انا عايز اخلف، ومع تحليل السمنه بتاعه كويس. فانا ده لفت انتباهي ان لا، دي حاله مش يعني في حاجه، في قله في الموضوع طبعا. فانا لما قعدت يعني ازنق عليه في الكلام واخد منه تاريخ مرضي، اكتشفت ان لا، في مشكله ابعد من قصه الانجاب. هو عنده مشكله في العلاقه الزوجيه اصلا مع زوجته. وطلبت ان انا اتواصل معاها بالتليفون، وفعلا كلمتها، هي اكدت لي الظن بتاعي. ان محمد في خلال 9 شهور ما حصلش علاقه الا يمكن 3 مرات. خلاص. وبناء عليه هنا مشكله محمد الاساسيه هي خلل او ضعف جنسي او مشكله في العلاقه الزوجيه، بس هو جاي يدارى ورا فكره تاخر الإنجاب. وهنا تحليله كويس. اذا الراجل ده لو في علاقه كامله بشكل كويس ممكن يخلف بشكل طبيعي. هنا بنتكلم على ان الضعف الجنسي اللي عند محمد هو السبب الوحيد والمباشر لتاخر الانجاب عنده. طب سؤالي يا دكتور، الرغبه بتبقى هنا يعني مرتبطه بموضوع الضعف الجنسي؟ ما هو ده احد بقى الحاجات، ده اللي انا هتكلم عليه. محمد عنده مشكلتين. محمد عنده مشكله ضعف انصاب، وعنده سرعه قذف رهيبه جدا. عكس عبد الله، ده البطل الثاني لحلقه النهارده. الاثنين في عبد الله 30 سنه متجوز من سنتين، مفيش علاقه نهائي. لما جالي حتى عبد الله بيقول لي انا عايز اخلف، انا برضو استغربت يعني. وبعدين طب جه لوحده، فين زوجتك؟ معتاد دايما بيجي راجل معاه مراته في حاجات زي دي. فالمهم انا طلبت منه شويه تحاليل، وقلت له انا ما تقابلنيش يا عبد الله لما تكون معاك زوجتك المره الجايه. وفعلا هو لبى الموضوع دوت وجابها معاه. انا لما بكلمها بتقول لي حاجة في السنتين اصلا ما حصلش علاقه ولا مره. فهنا عبد الله ايه مشكلته؟ مشكلته ان عنده ضعف انصاب رهيب جدا، وعنده عدم قصف. إذا احنا بنتكلم من خلال محمد وعبد الله على ان احيانا بعض الحالات بتكون مشكله تاخر الانجاب هي ساتر هم بيداروا وراه. بيكون السبب الاساسي والرئيسي لمشكله تاخر الانجاب عندهم هي مشاكل في العلاقه الزوجيه نفسها. المشاكل دي تشمل 3 حاجات، يا اما هو عنده ضعف في الرغبه، يا اما عنده ضعف في الانصاب لا يمكنه من ان هو يعمل علاقه، او عنده اي خلل في القصف. اضطراب الرغبه ممكن ياثر على الموضوع ده ازاي؟ بيعمل حاجتين. يعني لو انا ما عنديش رغبه، يعني انا لو مش جعان ببساطه مش هروح افتح باب الثلاجه. يعني انا امتى بروح الثلاجه؟ لما بكون انا جعان. فهو لو ما عندوش الرغبه فهو مش هيقبل على العلاقه الزوجيه اصلا. تمام. وفي نفس الوقت هيبقى عدد مرات العلاقه دي متباعده، يعني احيانا ممكن توصل انها تبقى مره في الشهر. انا جالي بعض الناس المتزوجين كل واحد بينام في اوضه. خلاص. فازاي انا النهارده عندي علاقه زوجيه بتتم ممكن مره في الشهر وما فيش رغبة أصلا أن تتم العلاقة دي، والزوجين دول طالبين أنه يحصل حمل. خلاص. ده صعب جدا. كل ما بتزيد عدد مرات العلاقة الزوجية كل ده بيزود من نسب وفرص حدوث الحمل الطبيعي. طب الحاجة هل الرغبة مرتبطة بضعف الانتصاب، ولا الرغبة هي اللي بتؤدي لضعف الانتصاب؟ لو في ضعف، لا مش بالضرورة دايما. إنما هو لو في ضعف رغبة لازم يكون مصاحب ليها ضعف انتصاب. أوكي. إنما ممكن يكون في رغبة ملحة جدا وشديدة جدا، بس للأسف برضو ما فيش انتصاب. فممكن يكونوا الاثنين موجودين مع بعض، ويكونوا ممكن يكونوا مش موجودين مع بعض. وأحيانا تانية إن ضعف الرغبة بيكون سببه الأساسي هو خلل في الهرمونات. وأكتر هرمونين عندنا بيعملوا ضعف رغبة هو زيادة هرمون البرولاكتين اللي هو هرمون الحليب، أو نقص هرمون الذكورة. الاثنين دول اصلا في نفس ذات الوقت بيأثروا على الحيوان المنوي. فحتى لو الشخص ده عنده ضعف رغبه بيؤدي الى ان هو عدد مرات العلاقه بتاعته متباعده وقليله، هو برضو السائل المنوي اللي بيخرج منه ضعيف، فده برضو مش هيمكن من حدوث حمل. وبناء عليه ضعف الرغبه من الحاجات اللي لها تاثير مباشر. ضعف الانصاب طبعا، هو لو ما فيش انصاب ازاي العلاقه تتم؟ فازاي يحصل حمل؟ ومن هنا يعني دي مشكله محمد ودي مشكله عبد الله. الاثنين عندهم ضعف انصاب شديد جدا ما بيمكنوش ان هو يبتدي العلاقه نفسها. طب اللي عنده سرعه قذف ده يا دكتور، طب ما هو ممكن يخلف. ما سرعه القذف درجات. يعني تلاقي ان تخيل ان محمد عنده سرعه قذف رهيبه جدا لدرجه انه بيقذف خارجيا. ما بيلحقش اصلا يحصل علاج، يعني ما بيحصلش دخول. ده هو اصلا ما بيبتديش العلاقه. بتنتهي من قبل ما تبتدي. أوكي. انما لو حد تمكن من العلاج وقصف بقى جوه بسرعه، متاخر، بدري، بعيد، بعد دقيقه، بعد 10، لا ما بيفرقش. المهم القصف عنده داخلي.
انما ده شخص اصلا من قبل ما يبتدي العلاقه اثناء المداعبه الموضوع بينتهي. فاهماني؟ ودي احد يعني احد الاشكال الصعبه قوي لمرضى سرعه القصف. ومش سرعه القصف بس اللي بالشكل ده، في بعض الناس ما عندهاش قصف اصلا زي عبد الله ده ما بيقذفش اساسا، وده احيانا ممكن يكون نتيجه خلل نفسي او بيكون لبعض الخلل في الهرمونات. يعني بالذات اكتر هرمون عندنا ممكن يعمل مشكله زي دي هو زياده هرمون البرولاكتين او هرمون الحليب. فده شخص ما بيقذفش، فازاي هيحصل حمل؟ تمام. او ازاي العلاقه هتنتهي اصلا؟ يعني كده علاقه ملهاش نهايه، لازم هما الطرفين اللي بيحطوا لها نهايه، وبيكون موضوع مزعج جدا جدا. وفي بعض الناس عندها حاجه اسمه القصف الجاف، يعني هو بيحس انه قذف بس ما خرجش منه اي حاجه. ودي مشهوره قوي قوي في حالات القصف المرتجع، ودي بتحصل اكتر في مرضى السكر. يعني هو بيحصل له انتصاب ما فيش مشكله، وبيحصل له قصف بس ما فيش حاجه بتخرج بره. أيوة. السائل منه بدل ما بيخرج على بره، لا بيرد على المثانه وبيختلط مع البول. في الحاله دي برده مش هيحصل حمل. فاذا احنا عندنا الثلاث مشاكل اللي هم بيمثلوا الثلاث اضلاع لموضوع العلاقه الزوجيه او للعلاقه الجنسيه عموما، اللي هو ضعف الرغبه وضعف الانتصاب واضطراب القصف. اي حاجه في الثلاثه دول، او لو الثلاثه موجودين وده احيانا بيبقى موجود في بعض الحالات، دول بيؤدوا الى تاخر الانجاب. ده غير مشكله العلاقه الزوجيه. وهنا دي بتبقى اهم ولازم احنا ننتبه ليها، ودايما باكد عليها، وباكد على ان الشخص لازم يجيب زوجته. لان يا جماعه هو احنا هنخلف مره او اتنين، طب بقيه الحياه هو وجود الزوجه مهم في ايه؟ اعتقد هي بعض الرجال هيبقى بالنسبه لهم بعض المرضى محرجة. بعض المرضى اصلا بيتحايلوا على المشكله. واحيانا احنا ما بنقدرش نتاكد من المشكله الا لما بتكون الزوجه قاعده وهي اللي بتقول لا الكلام ده بيحصلش، الكلام ده مش حقيقي، لا بيحصل كذا وبيحصل كذا، وهي معنيه بالمشكله وبحل المشكله. فده مهم جدا، التفاهم بين الزوجين مهم. ما هو لو جايب زوجته يبقى هو مش قلقان منها ولا خايف منها. هي عايزه، وبرده احيانا العلاج نفسه لازم يكون برضا الزوجه. ما هو النهارده لو بياخد علاج هيجربه فين؟ لازم يكون في علاقه، وبناء عليه لازم يكون في التواصل. ده مهم جدا، ده بينجح التشخيص وبينجح العلاج في حد ذاته. خلاص، ولازم ما نوقفش عند فكره الانجاب بس، لان الحياه اوسع من كده. طب انا هتخلفي مره او اتنين، لان جالي مره زوج وزوجه قالوا لي طب احنا ايه عايزين نعمل حقن مجهري. مش مهم العلاقه. طب ما يا جماعه ماشي، انت حملتي وخلفتي وبعدين؟ يعني هتحملي وتخلفي في سنه. دول بيحبوا بعض جدا. قصدي هتقعدي 30 سنه متجوزه بتعملي ايه؟ خلاص، فالموضوع ده مهم جدا. لازم في علاقه مباشره بين الضعف الجنسي وبين تاخر الانجاب. في بعض الحالات احيانا بتكون هو السبب الوحيد والسبب المباشر، زي في حاله محمد وحاله عبد الله اللي بتكلم عنه النهارده. انما زي ما حضرتك قلتي فعلا ممكن يكون هو متجوز وخلف وبعد كده بدات تظهر له مشكله كنت الضعف الجنسي. هكلم حضرتك، لا دي قصه ثانيه خالص بقى، هو مش جاي عشان يخلف تاني. بقى هنا ده جاي علشان حياته الزوجيه نفسها تبقى مستقره يعني. طبعا اي راجل فينا عرضه لانه يحصل له المشاكل دي، وانا باكد اي حد يعني لا هي مرتبطه بالوعي الثقافي، ولا هي مرتبطه بالتعليم، ولا هي مرتبطه بالسن، ولا مرتبطه باي حاجه. اي راجل في الدنيا ممكن يمر بان هو يمر بمراحل من ضعف الرغبه او ضعف الانصاب، او حتى يحصل له اي خلل في القصف. الشاهد هل في اسباب ولا لا؟ هل في علاج ولا لا؟ ادام المشكله لها علاج، ودايما باكده للمرضى، ادام في مشكله لها علاج تبقى مش مشكله. احنا المشكله الحقيقيه لما نقابل مرض ملوش علاج، يعني زي بعض الاورام، يعني في ورم ملوش علاج، طب انا شخصته؟ هنا دي مشكله. ليه؟ لان المرض ده ملوش علاج. اما ضعف الرغبه حله سهل جدا، يعني بيحتاج بعض الادويه مش اكتر، واحيانا بيكون نتيجه عامل نفسي. يعني في احيانا الزوج من كتر ما هو بيفشل في العلاقه بيزهدها. وانا النهارده لو كل مره اروح اسكندريه اغرق في الميه، كل مره اروح اسكندريه اغرق في الميه، اللي هيجيب لي سيره اسكندريه طبعا انا هضربه يعني. ما انا كل مره اعمل علاقه بفشل، كل مره اعمل علاقه بفشل، فانا نفسيا هزهد في العلاقه. صح. فمهم جدا ان احنا نكون واضحين مع نفسنا، ما نحطش راسنا في الرمل. مشكله ممكن اي بني ادم في الدنيا يقابلها، مشكله دايما لازم يكون ليها اسباب، وبيتم تشخيصها بسهوله جدا، والعلاج مؤكد وبنسبه 100%، وكمان العلاج امن لو ده تم مع دكتور متخصص. العلاج بيكون امن. للاسف بعض الناس بياخدوا علاج من اصحابهم من الصيدليه. يا جماعه الدكتور مش مهمته بس انه يشخص ويدي علاج. صحيح انت ممكن تعدي على واحد صاحبك يقول لك انا عديت بنفس المشكله، خد القرص ده هيعمل لك يظبط لك كل حاجه. لا، احيانا لازم نبقى عارفين ايه الاسباب. ليه؟ لان مع الاسباب احيانا ما بيكونش العلاج بس لوحده كافي، لازم علاج وتوعيه. يعني مثلا احنا لو اكتشفنا ان ده مريض سكر
وان السكر هو السبب في الضعف الجنسي عنده. القضية مش علاج بس، القضية ان انا لازم اوعي المريض ده انه بقى مريض سكر من النهاردة لازم يحافظ على سكره، انه لازم يتابعني كل فترة، ان لازم سكره يكون مظبوط، علشان العلاج اللي انت خدته النهارده من صاحبك او من الصيدليه وجاب نتيجه في الاول ممكن بعد شهر اتنين يبطل يجيب نتيجه. في الحاله دي هو بيضطر انه يلجأ لي. حلو يا دكتور. طب ليه ما كان من البدايه؟ اوكي حلو يا دكتور، حضرتك اتكلمت على نقطه السكر، انا كمان كنت عايز اسالك على نقطه السمنه، هل السمنه ليها علاقه بالضعف الجنسي وتاخر الانجاب؟ السمنه بتعمل مشاكل كتير قوي. اول حاجه طبعا بتعملها احيانا بعض الناس اللي عندهم زياده في الوزن المفرطه، يعني بيكون عندهم لخبطه في الهرمونات. اللخبطه اللي في الهرمونات دي بتؤدي الى ضعف جنسي، سواء ضعف رغبه او ضعف انتصاب. برضو الحاجه الثانيه، الناس اللي عندها سمن احيانا بيكون عندها لخبطه في الدهون في الدم. الدهون في الدم برضو من ضمن الحاجات اللي بتؤدي، زي ما بتؤدي الى ارتفاع في ضغط الدم، بتؤدي الى تصلب في الانسجه بتاعه العضو الذكري، وده بيؤدي الى ضعف انتصاب. الحاجه الثالثه، بعض الناس اللي عندهم سمنه مفرطه احيانا ده بيخلي عندهم حاجه اسمه العضو الذكري المدفون. هو من كتر الوزن والبطن والحته بتاعه العانه ده بيخلي العضو الذكري مش ظاهر، وكان العضو الذكري بتاعه صغر، وكان هو مش قادر يستمتع في العلاقه الزوجيه بتاعته. فطبعا السمنه المفرطه من الحاجات اللي بتؤدي الى ضعف جنسي بشكل او باخر. السكر هو اهم مرض احنا بنقابله يوميا. 25% ربع الناس اللي عندهم سكر بيتم اكتشافهم في عيادات الذكوره. يعني بنتكلم على ان هو شكوته مش الشكاوى المعتاده بتاعت انا باكل كتير وبشرب كتير وبدخل الحمام كتير وبخس خالص. هي اول شكوى لي عنده ضعف انتصاب، بيجي لنا العياده بنطلب منه تحليل سكر، بنكتشف انه مريض سكر. فربع مرضى السكر بيتم اكتشافهم عندنا في عيادات الذكوره، فده مهم جدا. وتلات ارباع مرضى السكر بيمروا بضعف انتصاب بدرجات متفاوته. يعني مرضى السكر اللي هم 1,000,000 واحد، في منهم 750,000 واحد لازم هيحصل لهم ضعف جنسي بدرجات متفاوته. فمهم جدا مش التشخيص بس والعلاج، لا، مهم جدا ان انا اعرف اسباب، علشان بعد كده دور الدكتور هيبقى مع العلاج توعيه ومتابعه. صحيح. طب يا دكتور خلينا كده نقلبها حلقه توعويه واسالك في اهم نقطه، الادمان وادمان المواقع الاباحيه، دول ممكن يؤثروا على من أسوأ الاشياء اللي احنا بنقابلها وبتعمل خلل في العلاقه بين الزوجين، هو ادمان المواقع الاباحيه. من الحاجات المؤسفه جدا 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 وبتهز العلاقه وبتهز اهم حاجه هي الثقه بين الزوجين. مأساة. انا بشوف حالات للاسف مرعبه جدا في سن صغير. طبعا دايما بيكون في سن صغير. حاجه زي كده دايما بتكون في سن صغير، والموضوع بيبتدي معاه من قبل الجواز وللاسف بيكمل معاه بعد الجواز. ما بيقدرش يستمتع تماما بالعلاقه مع زوجته، وده زوجته بتبتدي تحس بهذا الشيء. ولو هي لاحظت او هي اكتشفت ان هو فعلا مدمن على مواقع الاباحيه، ده بيعمل شرخ في العلاقه بين الزوجين. بحذر منها كل الشباب، موضوع المواقع الاباحيه ده من اخطر الحاجات على العلاقه الزوجيه، وبيدي دايما احساس للراجل بان هو دون المستوى. هو اقل من الطبيعي، لان يا جماعه ده ميكنج، ده تصنيع، دي صناعه. صناعه كل حاجه فيها مش طبيعيه. صحيح. خلاص. وبناء عليه ده من الحاجات المهمه لازم ننتبه لها في السن الصغير. الضعف الجنسي ممكن يكون احد الاسباب المباشره لتاخر الانجاب، مهم جدا ناخده باهتمام لانه بيأثر على حياتنا حتى ما بعد الانجاب. اسبابه لازم تكون واضحه بالنسبه لنا، علاجه مؤكد بنسبه 100%، سواء بحلول جراحيه او حلول غير جراحيه. بشكرك دكتور احمد العياشي، من افضل الجراحين الموجودين في مركز مصر للذكوره، بشكرك على وجودك معانا في عيش صح. شكرا جزيلا. كان معانا الاستاذ دكتور احمد العياشي، استشاري جراحه الذكوره وعقم الرجال بمركز مصر للذكوره، استشاري جراحه الذكوره والمسالك البوليه بالمستشفيات والمعاهد التعليميه. وكده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا، اشوفكم على خير، في حفظ الله. رجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين معاكم باقي فقرات انبوكس. ودلوقتي جه ميعادنا مع انبوكس برجك ايه مع خبيره علم الفلك والابراج سالي. وطبعا بمناسبه عيد الحب هنتكلم النهارده عن توقعات الابراج في الحب والحياه العاطفيه في سنه 2021. يا رب تبقى سنه حلوه على كل الابراج. بس طبعا الاول نسلم على سافي. ازيك يا سافي؟ عامله ايه؟ كويسين. هابي فالنتاين مقدما. حاضر هقول لها. طيب توقعات كده عيد الحب مش بالنسبه للبرج، خلينا نقول نتكلم على طريقه حب كل برج بيحب ازاي او بيبقى عامل ازاي وهو بيحب. يعني طب ومين برضه اللي هيرتبط السنه دي مثلا، وازاي كل برج بيعبر عن حبه في الفالنتاين؟ خلينا نقسمها على اتنين. احنا كده عاملين الحلقه
لسه عيد الحب جاي يوم الاحد الجاي، فاحنا ممكن الحلقه دي واللي جايه نتكلم طيب عن حاجات كتير، لان لان الموضوع يعني موضوع الحب فيه داخل في كذا حاجه. اوكي، لان كل واحد ليه الحب كذا طريقه، او يعني اول طريقه الحب بكذا طريقه، في ابراج كتيره بتستخدم بكذا طريقه وبكذا ليها كذا اسلوب يعني في حبها. فخلينا نمسك بقى البنات الاول. يلا. اوكي، نيجي لبرج الحمل في الحب. في البنات بيحسبوها، يعني هم مشغلين عقلهم اكتر ما مشغلين قلبهم. الماديات هي اللي تخليهم يحبوا، دي طريقتهم في الحب. طب ما ده حب يعني ولا سوري ده حب ولا بيبقى هي حساباتها عقل؟ لا، هي حساباتها ماديه اكتر بكتير من الحب، عندها بيترجم للماده. اوكي، بنت الحمل دايما الحب عندها بيترجم للماده، وخصوصا اللي هم في شهر 3 واللي في وفي اول 10 ايام من شهر 4. اوكي، برج الثور في البنات عقلانيه جدا، بتبقى شكلها وهي بتحب بتبقى مسترجله شويه. بنات الثور بيبقوا مسترجلين شويه لان هم لاقيين قلبهم خالص، هم مشغلين عقلهم اكتر لان هم بيحسبوها، يعني هم دايما بيحسبوا الحب. واحد يعني لازم يبقى فيه 10 حاجات او 7 حاجات موجودين في الراجل اللي قصادهم علشان يقدروا ياخدوا الخطوه ديت يحبوا ولا لا. فبيبقوا مشغلين 3/4 الوقت الاولاني عقلهم مش قلبهم. برج الجوزاء، برج الجوزاء محدش يحبه ما يحبش لسه كنت هم ذات نفسهم مش بيبقوا عارفين هم بيحبوا ولا لا. ليه؟ لان هم بيمثلوا. اوكي، بيعرفوا يقوموا بالدور، شطار في ان هم بيعرفوا يقوموا بالدور صح. لان هم ليهم حسابات كل يوم بتتغير وكل ساعه بتتغير. شويه ماديه، شويه الشكل، شويه ده مين، شويه بيحبوا الشهره، شويه عايزين شو. هم مش عارفين هم عايزين ايه. كل ساعة فكرهم وطريقتهم بتتغير. فهم ذات نفسهم مش عارفين بيبقوا بيحبوا ولا ما بيحبوش. تمام. أوكي، لكن عقلهم شغال أكتر بكتير. نيجي لبرج السرطان. برج السرطان عايش على الحب، يعني هو بنات السرطان عاطفيين جدا 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 جدا، ما يقدروش يعيشوا من غير ما يكون في راجل في حياتهم يحبهم ويحبوه. اوكي، طب الماده بتفرق معاهم ولا ما بيحسبوش الحاجات دي خالص؟ حتى لو واحده غنيه جدا وحبت واحد فقير جدا جدا ما بتحسبهاش. هي بتحبه وخلاص، حبت ده اللي هو عريس يما يتمسكت بيه، خلصت خلاص، هي حبته. هو بقى بيعمل ايه، بيحب ما بيحبش، بتقعد يعني هي جبل شويه، هي صبوره جدا جدا جدا، وممكن تقعد تستنى لو حبت ست سرطان، تقعد تستنى اللي بتحبه دوت لغايه لما يحبها، تعمل له حاجات كتير عشان يحبها. هي بتحب الحب، ما تقدرش تعيش من غير راجل في حياتها. نيجي لبرج الاسد. برج الاسد من الابراج اللي بيقال عليه ان هو عاطفي جدا جدا. بنات الاسد ان هم عاطفيين جدا جدا جدا، مش بحسهم كده خالص. هم مسترجلين اكتر، او يعني دايما لازم يبقوا ماسكين في اللي قدامهم قوي ان هو بيحبهم وهم بيحبوه قوي، عشان يبتدوا يدوسوا على الزرار بتاع الحب. لان هم عقلانيين شويه، او حبهم صعب، او هم من الكاركتر الشخصيات مش من البنات الليدي شويه او اللي هي الدلوعه شويه، هي مسترجله اكتر. من البنات المسترجلين زي الثور مثلا، الاسد مش ليدي شويه، بتبقى مسترجله شويه. اوكي، نيجي لبرج العذراء. برج العذراء في البنات رومانسيين جدا جدا وبيحبوا الحب جدا جدا، بس اكتر ناس في الاول يبقوا عقلانيين جدا وبيحسبوها، ومجرد ما بيحبوا بيبقوا يجيبوا اجل نفسهم، عاطفيين جدا جدا جدا، وبيفكروش في اي حاجه الماديات وبتاع، لكن في الاول في دخلتهم في الاول يقعدوا يحسبوها، ويدي احاء ان هم بيحسبوها وان هم عقلانيين وان هم صعبين، لكن بمجرد ما بيحبوا ممكن يبيعوا اهاليهم عشان خاطر اللي بيحبوا. اوكي. برج الميزان في البنات برضو يقال عليهم من البنات المسترجلة شوية، اللي هي بتحسبها عقلانية أكتر. في الأول بتبقى بتدرس الموضوع عندها، أو بتشوف هل هو ده مناسب، لأن هي ما تخاطرش وتعمل خطوة
شكلها ما بتخاف على شكلها، بتخاف على ان الشخصيه اللي قدامها تطلع هايفه وما تملاش تفكيرها وكيانها هي كبني ادمه. فهي من البنات اللي هي بتبقى يعني شبه بنت الاسد والطور، عقلانيه قوي، عقلانيه في الاول. لازم عشان تحب وتبقى ليدي وتسيب نفسها لازم تلاقي اللي قدامها ده فيه من مميزات اللي هي شايفاها او اللي هي محتاجه لها، وان هو كمان يبادلها نفس الموضوع علشان تبتدي تقوم داسه على الزرار ان هي خلاص اوكي قررت انها تحب. برج العقرب فيه شبه شويه من برج الجوزاء برضو، هم عاطفيين وكل حاجة بس يمكن أكتر شوية عاطفية من برج الجوزاء، بس برضو من الناس اللي هم اللي بيختاروا الحبيب. ست العقرب هي اللي بتختار الحبيب مش الحبيب اللي بيختارها. هي اللي بتقرر ان هي اختارت ده، خلاص هي بتعرف تعمل ايه عشان ده يجي. هي قررت ان ده اوكي يبقى هو دوت اللي هيتحبه وهو جاي جاي، ما عندهاش تجيبه يعني. لا هي استاذه ورئيس القسم في ده. وان هي كمان دايما بتبقى عندها الحبيب وعندها باك اب يعني سبير تاني. اوكي هي دايما ما بتحبش عشان هي ما بتقدرش تعيش من غير راجل في حياتها، دايما بتبقى ما عندهاش ادنى استعداد لو متخانقه يبقى في عندها بديل، حتى لو جاست فريند او صديق قوي جدا 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 وهو بيحس لها مشاعر وهي عارفه بس مستعبطه. لازم يبقى في حد موجود. اوكي هي ما عندهاش مسميات للاشخاص اللي حواليها ايا كان، بتسيب الامور عايمه، بتسيب الامور عايمه جدا جدا وما بتقولش او ما بتحبش تحط اللي قدامها او الشخصيه اللي قدامها تحط له حدود. اوكي دايما الامور بتسيبها عايمه زي ما انت بتقولي بالظبط. هي شخصيه قويه وبتعرف تختار وبتعرف تقرر لما تختار حد ان هو يحبها تعرف تخليه يحبها. اوكي بتعرف تبقى مع الشخص اللي هي عايزاه في الاخر يعني، بتعرف توصل له طبعا جدا. ما فيش الكلام ده، انت يعني عقرب بتاع يعني ست العقرب ليه من الستات القويه جدا، لان العقرب هتلاقيه في الصحراء وفي البحر ويعني في كل حاجه حواليك يعني. في البحر فيه عقرب، في الصحراء فيه عقرب، فالعقرب من الستات اللي شخصيتها قويه وبعدين عندها خيوط كتيره وفكر وذكاء بتعرف تجيبه من كذا اتجاه ومن كذا زاويه. وبتعرف تقوم هي بتمثل زي الجوزاء في ان هي بتعرف تتقمص الشخصيه اللي الراجل ده عايزها. اوكي وذكيه جدا وعندها حضور. نيجي لبرج القوس. برج القوس في البنات عاطفيه بس برضو بتحسبها، شبه ست الميزان وشبه ست الثور وشبه ست الاسد. في الشكل الاول بتبقى عايزه الشكل والشكل والشخصيه اللي قدامها يبقى في مثلا 5 6 7 10 مميزات معينه لازم يبقوا موجودين في الشخص اللي قدامها عشان تبتدي تاخد الخطوه، وبعد كده بتحطه تحت اختبارات معينه علشان تبتدي توافق عليه. بمجرد ما هي قررت ان هو ده تبتدي تدوس على زرار الحب اللي هي عايزاه عشان تكمل معاه او تحبه. وهي من الستات العاقله نوعا ما، لان هي لما بتحب تعمل اسره بتحافظ عليها ما بتحبش تتنطط كتير. ولو ست الكوس اتنقلت او من حد لحد ده بيبقى خارج عنها هي شخصيا، لان هي بتميل للاستقرار اكتر. اوكي نيجي لست الجدي. ست الجدي شخصية رومانسية جدا 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 بس ما بتعرفش تبين ده، لأن هي في جانب برضو شوية مسترجلة لما بتكون بتشتغل، والجانب الثلاث ارباع. ودايما قلنا قبل كده ان ست الجدي الجزء الاكبر في حياتها الشغل، فهي في الشغل بتبقى مسترجله فدايما بتتشاف مسترجله، لكن هي فيها انوثه كتيره جدا وعاطفيه جدا 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 وليدي جدا جدا بس ما بتعرفش تظهر ده شكلا او طريقه كلام. فقيره في ده، ما بتعرفش تظهره شكلا او في لغه حوار او كلام. لكن هي عاطفية جدا، حساسة جدا، بتعرف تحب وهي عطاءة يعني لما بتحب بتدي كتير من غير حسابات. نيجي لبرج الدلو. برج الدلو عاطفية جدا 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 جدا، بتحب الحب ما تقدرش تعيش من غير راجل. فيها شبه شوية من ست العقرب والجوزاء. يعني عندها زي العقرب لازم يبقى في حد سبير، وعندها زي الجوزاء ان هي بتعرف تقوم بالدور صح،
بتعرف مش بتمثل بس بتعرف تقوم بالدور صح، بتعرف تحب، بس هي لما بتحب بتحب بجد. اوكي. مش خاينه، بس لو اتحطت في ظروف انها تخانب بترد بالخيانة. اوكي. هي رد فعل مش فعل. نيجي لبرج الحوت. برج الحوت من الابراج اللي دايما بيقولوا عليهم ان هم رومانسيين جدا 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 جدا، بس برضو هنقول ان هم لازم يحسوا بالامان والحب بجد عشان يبتدوا يظهروا ده، لكن هم عندهم برضو في البدايات جزء عقلاني شويه، او مش عايزه اقول ان هم مش مسترجلين او زي الاسد والميزان والثور، لا، بس هم دايما بيتظاهروا في البدايات ان هم مش شايفين اللي قدامهم. بيتظاهروا بان هم مش شايفينه، ان هم بيتقالوا يعني بيتقالوا، لكن هم عاطفيين جدا. لا، ممكن مش بيتقالوا، مش في دماغهم قوي. لا، يعني هم الموضوع ما بيبقوش مركزين فيه الا لما يلاقوا اللي قدامهم مثلا بيتعامل بيبادر هم او بيعمل بطريقه لطيفه. لا، ما بيحبوش يعملوا اي رياكشن يتحسب عليهم. ماشي. اوكي. ممكن ما اكونش عارفه اوصلها لك كويس، بس هم ممكن بيبقوا عارفين كويس ايه اللي قدامهم وحاسين بكل حاجه، بس هم انا فين، او انا لسه ما وصلليش الموضوع. انا ان انا ابادر بده لان انا ما حسيتش ده، او انا ما حبيتش لسه، فانا مش مطلوب مني ان انا بمجرد بقى ان انا همشي اوزع الحب على الناس. ما حلو اهو، الحوت اهو لذيذ. اوكي. ماشي. انا قلت ان هو وحش. انا قلت ان هو بيبقى فاهم، بس لازم هو كمان هو اللي يحس، مش شرط بس ان اللي قدامه هو اللي حبه او هو اللي عايزه. اوكي. فهو بيبقى في الاول جد شويه لغايه وبيدي انطباعات غير لغايه لما بيطمن او هو يحس ان هو حابب الموضوع، فبالتالي بيدي رد فعل وهو صوته من دماغه، حتى لو هو حب حد ما ينفعش، لان هو عنيد. ودايما نسبه كبيره من ستات الحوت اختياراتها غلط. اوكي. دي مش معلومه جديده. كده كده كل مره بتقولي الكلام ده. طيب ناخد رسائل من اللي جات لنا. سابي، في 7/3 بنت وخطيبي 7/2، عاوزه اعرف احنا هنكمل ولا لا، عشان في خناقات كتير وبحس انه بيعند وبيقرب بمزاجه ويبعد بمزاجه. بس قلت لك انا مصدقها جدا. هو 7/2 دلو وهي 7/3 حوت. راجل الدلو كياد، طفل كبير بيحب يقعد يستفز اللي قدامه عشان يظهر ويبان، لان راجل الدلو على قد ما هو ذكي وشاطر جدا عمليا، لكن شخصيا في حياته الشخصيه طفل كبير. اوكي. فدايما عنده ما عندوش ثقه بنفسه في حياته الشخصيه، لكن حياته العمليه الثقه كلها متجهه اتجاه العمل، ففي حياته الشخصيه ما عندوش ثقه في نفسه، فدايما بيقعد يعمل يرمي كروت بيستفز اللي قدامه. انا ما انصحهاش بيه، لان دايما لما بيجي برجين ورا بعض، وخصوصا لما تكون الست بعديه يعني اقوى منه في ايه، فبتبقى اقوى، فمش هيعجبها، لانه ساعات كمان بيستفزها ببروده، بان هو مش فاهم، ان هو ما خدش باله، ان هو بيستعبط. لا، ده اغلب الرجاله مش الابراج. فعشان كده هي، عشان حد عملي او هي ابيض واسود، يعني ما بتعرفش حتى لو متضايقه بتلاقيها خبطت قالت في الوش، لو مبسوطه بتبان عليها انها مبسوطه، فما بتعرفش تمثل او ما بتعرفش تعمل زيه في ردود الافعال. هي حتى بتحدف طوب، ممكن تكون بتحدف طوب في ردودها، لكن ما بتعرفش تعمل كده زيه، فهو مستفز. ما انصحهاش انها تكمل معاه، لان طول الوقت هيبقى فيه مشاكل. طيب مي بتقول هي 16/11 وخطيبها 1/9، عايزة تعرف التوافق ما بينهم. 16/11 هي برج العقرب، تاخد من القوس شوية، وهو 1/9 برج العذراء. عقرب وعذراء ما يتفقوش مع بعض. لما يكون الراجل عذراء والست عقرب، ما هي أقوى. هي أقوى بكتير جدا جدا، وهو كمان هيستفزها كتير، يعني هو مستفز، وخصوصا ان هي كمان عقرب وقوس. يعني هي بتستفز بسرعه جدا، هي عصبيه جدا، لان القوس عصبي والعقرب عصبي، فهو بيعرف يخش لها. والعذراء عصبي. لا، العذراء عصبي، بس ايه، عبده الرايق كده يعني. اكيد اكتر، اكيد اكتر، كياد اكتر بكتير. مش دايركت، ما يجيش حتى يتناقش ويقول لك انت عملتي واحد انت، لا، هو يتخيل حاجه، ممكن انت بتبقي عامله حركه او حاجه مش قصدها او مش هو ده الموضوع،
هو يتخيل حاجه، يفتكر حاجه بناء على اللي هو فكر فيه واخده، بياخد رياكشن، وممكن يبقى غلط او هو فاهم غلط، فبياخد رياكشنه وياخد رد فعله بناء على اللي هو فاهمه. اللي قدامه بقى عملت ايه او مش قصدها او انت فاهم غلط، ملوش دعوه بالكلام ده خالص. اوكي طيب، في انا زينب 31/5، حابه اعرف كل حاجه عن الزواج والسفر. اوكي، 31/5 برج الجوزاء، وتاخد من الطور. طور وجوزاء السنه دي بالنسبه لهم حلوه جدا جدا جدا. عايزه تعرف عن السفر؟ الجواز والسفر. اوكي، الجواز عندهم ارتباط بس النص التاني. السفر عندهم سفر كتير، وعندهم انتقال من مكان لمكان سواء بيت او عمل، يعني حاجه من الاثنين هتحصل. برج الجوزاء عنده في البيت او العمل انتقال من مكان لمكان، لازم هيغير عتبه سواء في الشغل او في الحياه الشخصيه في البيت يعني. اوكي. لكن ما تخافش على نفسها خالص، الدنيا عندها حلوه جدا جدا، بس ترتب اوراقها ونبطل التردد ونبطل ان احنا نرمي ودننا. لما نفكر في موضوع ونوصل للقرار اللي احنا وصلنا له، ما نقعدش نسال تاني مره واثنين والناس اللي حواليها شتتنا، لان ده عيب الجوزاء. اوكي. التردد والتشتت. طيب، معانا رساله 9 مارس وهو 20/1، عايزه تعرف التوافق وعلى هو بيحبها بجد وفي ارتباط ولا لا. هي 9 مارس هو 20/1. اوكي، 9 مارس هي برج الحوت، وهو 29/1. لا، 20/1. 20/1 برج اخر يوم في الدلو، وياخد اخر يوم في الجدي وياخد من الدلو. هي اقوى برضه. بس هما متفاهمين، كبرجين متفاهمين مع بعض، بس هيبقى في ارتباط ما بينهم. هي الاقوى، يعني هي اللي هتحركه، بس هي بلاش تديله اي موضوع في صوره اوردر، لان هو عنيد جدي ودلو عنيد جدا جدا جدا. بس هي برضو بتجري في احداث حياتها، هو بارد شويه يعني، جدي واخد من الدلو بارد شويه، فده بيخليها يستفزها. طيب سيبي لسه نكمل كلامنا معاكي، هنطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل ان بوكس برجك ايه. خليكم معايا. رجعنا لكم من جديد ولسه مكملين معاكم في إن بوكس برجك إيه مع خبيرة علم الفلك والأبراج سابي، وموضوع حلقتنا النهاردة بمناسبة اقتراب عيد الحب، فبنتكلم إزاي كل برج بيحب. إحنا اتكلمنا قبل الفاصل عن البنات، نتكلم دلوقتي عن الرجالة، بتحب إزاي؟ كلميني بقى عن الرجالة. الرجالة قلبها كبير يا جماعة. طبعاً لازم نحترم طبعاً. إن ربنا لما خلق البنات قلبها صغير، ده مش ذنبه إن هو قلبه كبير، فبلاش ايه بقى، بلاش نظلمهم. بلاش نظلمهم، هتدافع عن الرجاله يا سامي، وكل واحد يبص في ورقته لو سمحت وايه واكد. اوكي ماشي. وبعدين يعني ده حتى ربنا قال مسنا وثلاث ورباع، يعني لو سمحنا ما ندخلش في النقطه دي يعني، خلينا دي حاجه ثانيه. هم حريين. طيب ماشي، خلينا نبدا بالابراج. مش حرين؟ لا مش حرين. مش حرين يعمل اللي هو عايزه على فكره، اي راجل. لا لا، طب يلا يا سابي قول لنا الابراج ايه. قول لنا الابراج ايه، ويا ريت نخلص بسرعه. برج الحمل في الولاد عاطفيين جدا جدا ورومانسي جدا جدا، وما يقدرش يعيش من غير ست في حياته، وعادي ممكن يجمع ما بين اثنين لو هو متجوز ومش حاسس ان مراته مثلا حبها قل او اي حاجه، بيدور على الحب. مع مين مش فارق، بس المهم ان يبقى في حد بيحبه وهو بيحبه وهي بتحبه. اوكي، ورومانسي جدا وعاطفي جدا. هو طفل كبير. نيجي لبرج الثور. برج الثور بيحسبها، عاقل، ما مش من الناس اللي ماشيين يدلدقوا حب خالص. بيفرق معاه شكله، بيفرق معاه بحب مين، الحاجات دي تفرق معاه. هو اللي بيختار الست اللي بيحبها. اوكي، ولازم يبقى موجود فيها من 5 ل 10 حاجات هو مقررهم في حياته انها تبقى موجوده في شريكه حياته او في الست اللي يحبها. فهو في الاول بيبقى عقلاني، بس هو بيعرف، شاطر، بيعرف يمثل ازاي، يعرف يخش للست اللي بيحبها او اللي اختارها. الدخله بتاعته هو ذكي جدا وعنده حضور. اي ست بيعرف يخش لها منين، وبيعرف يعمل الحاجات اللي اي واحده تحبها. ده يعني بيفضل مستمر عليها ولا في البدايات بس؟ لا، عشان يجيب رجل اللي قدامه. اوكي، وعشان هي كمان تنجذب له بسرعه. لان هو خلاص عمل سبوت على حد وقال دي بتاعتي انا. اوكي، فبيعرف يعمل فاسيلتي كتيره قوي، وبيعمل اتموسفير حلو للشخصيه اللي قدامه، ان هو ان هي يعني تحبه، لان بيعرف يعمل حاجات اللي البنات بتحبها ونفسها فيها. اوكي، في التعامل، في الطريقه، في الكلام، في الهدايا، الحاجات دي. نيجي لبرج الجوزاء.
رجل الجوزاء برضو مش عارف هو عايز ايه، هو عاطفي اوكي بس بمزاجه، رومانسي بس بمزاجه، دايما بيدور على ان هو يدور على ان هو يتجوز حد يعمل له الكيان اللي هو عايزه ويخلف ويربي الاولاد، حبها ما حبهاش مش فارق، بس بيدور على زوجة تكون اوكي اسما وموضوعا اوكي وشكلا، لكن لو ما حسش ان هي ديت اللي بيحبها ممكن يدور عليه بره عادي ويسيبها ولا لا ما يسيبهاش، دي كيان عامله، لان الجوزاء بيحب يعمل كيان، بيحب يعمل حاجه صح، حاجه صح، مش فارق له ان هو تبقى الحاجه دي، لازم يكون بيحبها اوكي، لكن هو عايز يعمل حاجه شكلها صح جوه صح موضوعا وشكلا اوكي، مش دي الشخصيه اللي حبها، مش اشكال هو ممكن يحب بطريقه تانية او يعجب بطريقه تانية او ما يقفش عند الحاجات دي، لان هو عقله شغال طول الوقت، لازم اللي قدامه تبقى حد هو حاسسها قوي قوي علشان يبتدي يدوس على الزرار، لان هو زراير الجوزاء في الرجاله زراير، يدوس على الزرار ان هو حب او هيحب. راجل السرطان ده صيد العاطفي، بيحب على روحه اوكي، ده طول الوقت بيحب، ما يقدرش يعيش من غير ست في حياته، بيحب دايما الاهتمام والاحتواء، بيعرف يحب وبيعرف يقول بس مش طول الوقت، لما بيكون الشخصية اللي قدامه قوية أو حبيبته شخصية قوية ما بيعرفش يعبر عن ده، لكن لما بيكون شخصية ضعيفة بيعرف يعبر عن ده كويس جدا، وهو برضو شبه برج الحمل، هو طفل كبير. نيجي لبرج الأسد، راجل الأسد من الأبراج العاطفية جدا جدا جدا، بس برضو بيحسبها، يعني هو عاطفي جدا بس بيحسبها، بيهمه الشكل والمنظر، ويهمه ان هي مين بتعمل ايه، لان هو شوي فلازم تبقى الصورة كاملة حلوة اوكي، دايما بيدور على ان هي تبقى اسم او كيان او مادة، لان هو بيحسبها جدا جدا من كل الزوايا، رجل الاسد بيحسب كل حاجة من كل الزوايا، بيحب وعاطفي لما يلاقي اللي قدامه اديت له او اخد، لازم ياخد عشان يعرف دي، بس هو في الاول رجل الاسد بيبين، يعني مفيش رجل اسد ابتدى في الحب بيبقى لابس ماسك، رجل الاسد في البدايات لابس ماسك، بعد شوية غصب عنه الماسك بيقع بيبان على حقيقته. كل الرجاله كده يا سامي، كل الرجاله بتلبس ماسك في الاول؟ لا لا والله مش كلهم، لا خدي مني شكلنا بقى معقد قوي، مش كفايه هتتفهموا صح، انت حريه بالظبط اوكي، فهم لا ده الاسد بس اللي بيعمل كده، ده بالزياده نقول الاسد اكتر شويه، ماشي انا كده اشتريت، ده بيبقى يعني مفيش حد ارتبط باسد او عارف حد اسد الا لما هيلاقيه فاهم الجزئيه دي فيه، في البدايات بيبقى لابس ماسك بيبين احسن ما عنده، حاجات كتيره مش موجوده فيه، وبعد شويه لما تيجي تحتك بيه وتتعاملي لما تخشي جوه بتشوفي محتوى تاني غير اللي كان في البدايات. ده الاسد. نيجي لبرج العذراء، برج العذراء بقى تحسي ان هو عامل زي كده اهو، عارفه؟ بيحب جدا، عاطفي جدا، بس قلبه كبير بقى، ده اكبر قلب في الابراج كلها، بيحب مفيش عنده شكل او لون او طول او جسم او اي حاجه، هو بيحب كل اي حاجه، بيحب كل حاجه، كل حاجه، كل حاجه خلاص، وهو عاطفي جدا جدا ومودي جدا جدا جدا، هو دايما اللي بيبقى عايز، هو اللي نفسه في ايه، هو اللي عايز ايه، بس هو احسن برج في الرجاله بيقلب الترابيزه اللي قدامه، يعني يبقى هو اللي غلطان بيعرف يقلب الترابيزه اللي قدامه غلطان، مش لويال يعني، مش وفي، مش مخلص. بصي فتره صغيره لان هو مودي، هو 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 مهايبر ومودي وكل شويه كل شويه فتره بحاله، بس خلينا نقول ان كده الفترات اللي فاتت دي كلها، لكن العذراء اول سنه السنه دي يبتدي يبقى عايز عايز سكينه او عايز يستقر اول سنه السنه دي رجل العذراء يدور على الاستقرار وبيدور على الحب وعايز يحب حد ويفضل معاه جوه الخن كده، ما فاهمه قصدي، لكن مش عايز الزحمه الكدابه اللي حواليه، زي ما تقولي زهق منها او كترت قوي
فعايز يصوم شويه، عايز زاهد شويه، فبيدي ظهره لده وبيدور على الحب الفتره دي. وده ما اعرفش اذا كان هيكمل على كده ولا لا، لكن الفتره دي العذراء بيدور على السكينه. نيجي لبرج الميزان. برج الميزان شخصيه عقلانيه جدا جدا جدا، بيعرف يحب كويس جدا، بس في البدايات عنده بيحسبها جدا جدا جدا، لان هو زي الاسد. زي الاسد. اوكي، دايما فارق معاه الشكل، في حاجات كده اهوت، في شويه 10-5 حاجات، من 5-10 حاجات بيدور عليهم في الست اللي قدامه. هو راجل الميزان عامل زي الجوزاء وزي الاسد، تحس انه باكج واخد من كل الابراج، من كل بستان زهره يعني. هو دايما بيحسبها جدا جدا جدا، وهو زراير، مجرد زراير. وهو حد جد، دايما بيعرف يعمل غسيل مخ للشخص الاول عشان يعرف يحس ان هو عايز يحبه، بس هو شخصيه زراير، راجل الميزان زراير. نيجي لبرج العقرب في الرجاله. راجل العقرب من الابراج اللي عاطفي جدا 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 جدا، وبيحب الحب، وممكن يجمع مع اكتر من واحده مع بعض، لكن زي ما بنقول ان هو مش بيواجه، لكن هو عاطفي جدا جدا وبيحب الحب، وطول الوقت عايز اهتمام واحتواء من كل الناس اللي حواليه. نيجي لراجل القوس. برضو راجل القوس عاطفي جدا 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 وبيحب الحب، ممكن ما يجمعش ما بين اتنين في وقت واحد، لكن دايما بس مخلص. مخلص. ما انا بقول لك ما يجمعش مع اتنين في وقت واحد، بس لو في علاقه وانتهت بيخش في غيرها على طول، لكن مش ما يجمعش ما بين اتنين، لكن عاطفي جدا وبيحب الحب جدا جدا جدا. يعني ده من احسن الابراج العاطفيه عند الرجاله. مش احسن قوي يعني، مخلص على الاقل يعني، اكتر واحد مخلص. بس لو هو وهو مع حد مثلا موده وحش او متخانق معاها ولقى واحده احلى، ممكن هو متخانق فهيبرر لنفسه ان هو ممكن ما انا متخانق، يبقى مش من احسن الابراج. بصي الاخلاص مش وقت مش وقت الخناقه. وده كتير على فكره. اكيد. اوكي، ومش الولاد بس، في ولاد وفي بنات، مش كل البنات ومش كل الولاد. اوكي. نيجي لبرج الجدي في الرجاله. برج الجدي في الرجاله رومانسي، عاطفي جدا جدا ورومانسي جدا جدا، وبرده بيحب الحب، بس هو عنده تحس ان هو ماسك العصايه من النص. راجل الجدي دايما ماسك العصايه من النص، يعني يحب يشتغل شويه ويحب شويه، بيحب كل حاجه يعملها بتساوي، ما فيش حاجه تيجي على حاجه. وهو من الابراج العنيديه جدا جدا جدا، لما حد بيتعالى عليه او بيعند معاه بيعند اكتر وما بيفرقلوش حتى لو هيخسر، لكن هو عاطفي وحساس وبيحب الحب جدا جدا، ودايما بيجي بالطريقه الشيك. راجل الجدي دايما بيجي بالطريقه الشيك. نيجي لبرج الدلو في الرجاله. برج الدلو عاطفي جدا جدا جدا، رومانسي جدا جدا جدا، وما بيستكفي يعني، دايما طماع، مش طماع بس ان هو مش عايزه اقول عليه ان هو طماع ولا اناني ولا حاجه خالص، بس هو ما يعني طول الوقت عايز حب كتير يعني، ما بيزهقش، او يعني كل مادة بيبقى عايز اكتر، ما بيشبعش يعني، كل مادة عايز اكتر، عايز اكتر، عايز حب اكتر، لان هو شخصيه شكاكه، وطفل قوي 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 وشكاك جدا جدا، لكن هو لما بيحب بيبقى عطاء وكريم جدا جدا جدا. نيجي لبرج الحوت. راجل الحوت حبه صامت، ما تبقيش عارفه هو بيحب ولا ما بيحبش، بس هو عاطفي جدا وحساس جدا جدا جدا، بس هو بيحب في صمت، محبش حد يعرف عنه حاجه خالص، هو مع واحده او مع اتنين او واحده بس او حاجه، لكن هو ما بيحبش حياته تبقى على الملأ نهائيا، لان هو بيحب في صمت، في هدوء وصمت، وما بتحبش حياته تبقى على الملأ، بيحب دايما العلاقات الوان تو. خالد بيقول لك المهم يكون بيعدل. مش قوي يعني. مش قوي، على حسب انهي كفه فيهم اللي بتدي له اكتر، لان هو بيحب العطاء، بيجري ورا مصلحته. مش مصلحته، لو سمحت مخرجنا ما بيجريش ورا مصلحته. لا لا مش خالد، بعيد. برج الحوت. احنا بنتكلم على برج الحوت عادي يعني. بالعكس، لا، هو لما بيحس بالامان وبيحس ان هو في احتواء او حد مهتم بيه بيروح غصب عنه، غصب عنه، مش حتى لو بيحب حد تاني. ايه يعني مثلا لو هو مرتبط بواحده ولقى يعني حنان، في واحده احتويته واحده. انت ناسيه السنه دي لما قلنا في راس السنه، لما قلنا عن التوقعات ان راجل الحوت السنه دي هيجمع ما بين اتنين،
ليه بتنسي؟ ايوه صح، المفروض هيجمع ما بين اثنين حتى لو متجوز. طب يا ترى يا سامي جمع ولا لسه هيجمع؟ ممكن يكون بيدور في رحلة البحث. طيب تمام، احنا كده خلصنا كل الابراج. طيب ناخد برضو شوية رسائل. ياسمين بتقول انا برج السرطان 6/7، عايزة اعرف كل حاجة عن حياتي والتوقعات. برج السرطان الفترة اللي فاتت كان عنده شوية مشاكل او بيرتب اموره او بيظبط حاجات عمليا، فالفترة دي عنده بقت حلوة، يعني بقى واقف على ارض صلبة. الدنيا ستيبل عندهم، وبقول لهم الفترة اللي جاية دي عندكم حلوة، فحافظوا على اللي انتوا عملتوه علشان ما تقوش تاني، لان هم السرطان بوجه عام لما يعني بيعمل حاجة حلوة بيثق في نفسه زيادة عن اللزوم فبيرجع يقع تاني. فبقول له يسكت خالص برج السرطان سواء بنت او ولد الفترة ديت، لان انت ابتديت تمشي في خطوات او تمشي في خطوات حلوة جدا جدا جدا، فكتم على اللي انت بتعمله عشان امورك تمشي، يعني ما تخافش عليه الفترة دي خالص، حلوة عنده. تمام تمام. رسالة تانية بتقول اختي 1/1 وخطبها 16/2، عايزة تعرف في توافق ما بينهم ولا لا، واخوها 24/12 ومرتبط بواحدة 8/8، عايزة تعرف برضو هل هيكملوا مع بعض ولا لا، ومسكهم واحد واحد ما بينهم ولا لا. مسكهم حد حد يعني. ماشي. هي 1/1 البنت 1/1 خطبها 16/2. اوكي 1/1 و16/2 هيشلها بس. لان البرجين لما بيكونوا من شهر واحد او ورا بعض بيحصل عند راجل الدق، هو دله وهي جدي، هي عنيدة جدا وهو عنيد جدا. انا عايزه هي ترتبط بحد يكون ابراج ناريه، هتبقى مناسبه ليها جدا. لكن هما مفيش توافق ما بينهم. هو بص، في برجين كيادين جدا، الدلو في الراجل والعذراء في الراجل. كيادين جدا 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 في ردود افعاله. مش 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 بيردوا دايركت او مباشره للناس اللي قدامهم، لا لازم يعرفوا ايه اللي بيضايقك ويقعدوا في الاول يسمعوكي عشان يعرفوا يلموا داتا عنك، علشان بتبقى في خروط ماسكينها، لما تضايقيهم هيعرفوا يردوا من اي ناحيه، يستفزوكي من اي ناحيه، فما نصحهاش. التانيين بقى برجهم ايه؟ اخوها بقى 24/12 ومرتبط بواحده 8/8. 24/12 هو جدي واخد من القوس، و8/8 مناسبين جدا، الاسد والقوس دايما بيتقابلوا وبيجتمعوا، بس هو مش هو مش قوس، هي اقوى بس معلش هو جدي قوس. كان امتى تبقى هي اقوى؟ لو هو قوس صريح هي تبقى اقوى من القوس، لكن هو جدي، جدي برضو ذكي جدا ويعني بيعرفوا يتعاملوا مع بعض. علاقه كويسه. طيب ماي خلاص، انا بنت 11/11، حابه اعرف توقعات الفتره اللي جايه بكل حاجه. وبتقول لك ان هي 11/11 برج العقرب. بقول لهم استخبوا الفترة دي، الفترة دي عندهم مش حلوة. بلاش ياخدوا أي قرارات، بلاش ينفعلوا مع حد، لأنه مش هيبقى صالحهم خالص. برج العقرب بواجه عام، الفترة دي مش حلوة عندهم. تمام. لغاية 10 أيام كده من النهاردة لغاية 10 أيام الدنيا عندهم مش حلوة، فما يأوحوش حد، ما ياخدوش قرارات، ما يمدوش إمضى على حاجة، ما ياخدوش قرار نهائي في حاجة، يسيبوا المواضيع عايمة كده ويستخبوا لغاية لما الدنيا تهدى شوية. تمام. طيب برج الحوت 28/2، عايزه تعرف كل حاجه عن العاطفه والارتباط الفتره اللي جايه، واحنا هي بتحبنا قوي برضه. برج الحوت 28/2 هي حوت دلو. بقول لها الفتره دي برضو برج الحوت مش ايامه بس ما ياخدش قرارات، لا بس يعني مش حلوه، يعني حتى هو عمال يفكر لسه، مازال بنات الحوت عمالين يفكروا او عمالين حاسين ان هم مش واقفين على الارض الصلبه اللي هم مستنيينها، او مش ده اللي هم عايزينه، او مش ده اللي هم بعد التعب اللي تعبوه كل السنين ده يستاهلوه. اوكي اوكي، لان هم الثمان عشر سنين اللي فاتوا جات عليهم قوي. كانوا مظلومين، كانوا بيسعوا كتير بيسعوا كتير، وهم كانوا مظلومين مش واخدين حقهم خالص. فبقول لهم الفتره دي بلاش تاخدوا قرارات، او بلاش تحكموا على حد الفتره دي، او بلاش تقفشوا على حد او تاخدوا قرار. الابراج المائيه الفتره دي يمكن الوحيد اللي فيهم كويس هو السرطان اللي هو امره ماشيه، لكن عقرب وحوت ما انصحهمش انه ياخدوا قرار الفتره دي. تمام. يا سابي نورتينا جدا، وبنشكرك، الوقت عدى معاكي بسرعه، بس نشوفك على خير ان شاء الله. كل عيد حب وانتم طيبين. هابي فالنتاينز. الله حاضر. شكرا يا نورا. شكرا يا نورا. خلصت حلقتنا من ان بوكس، برجك ايه، ونشوفكم ان شاء الله على خير الاسبوع اللي جاي. باي باي.